مساء الخير واهلا بحضراتكم. امبارح حلقه هنا العاصمه واللقاء اللي كان مع دكتور معتز عبد الفتاح استاذ العلوم السياسيه بجامعه القاهره الحقيقه، والحديث حول نظريه المؤامره. هل في نظريه مؤامره على مصر؟ هل في مؤامره على مصر ولا لا؟ ولا دي ربما تكون مجرد مخاوف بس واطروحات ليس لها اساس من الصحه على ارض الواقع؟ الحقيقه تحليل الدكتور معتز عبد الفتاح بالامس الحقيقه انا شخصيا استفدت قد ايه منه، وكان ليه الحقيقه ردود افعال طيبه جدا، لان الدكتور معتز كأستاذ للعلوم السياسية مش بس كمتابع، وهو مش مضطرب في الحقيقة في أي شيء، ولكن هو كمراقب للساحة وكمان كمتخصص في العلوم السياسية وضعنا أمام مجموعة من الحقائق. فكرة أن مفيش، هي مش مفهوم المؤامرة مش موجود، إنما مسألة المصالح، مسألة أن أنا والله مصالحي معاك دلوقتي فبساندك، مصالحي مش معاك بكرة فببتدي أن أنا أتصيد ليك الأخطاء، أبتدي أن أنا أشتغل على الأخطاء اللي عندك أو الثغرات اللي عندك، فأستطيع توجيه هذه الأمور وهذه الثغرات والنواقص والمشكلات ان انا احولها الى مكسب ليا لسياستي العامه البلدي او في اداره الساحه الدوليه لمصالحي، وانها تكون تصب في صالحي في النهايه. وبيقول ده امر معتاد وامر معروف في السياسه الدوليه. النهارده الحقيقه هنستغل هذه القاعده العلميه السياسيه اللي احنا خرجنا بيها من لقائنا مع دكتور معتز امبارح، وهنوجه هذه القاعدة الفكرية والمعرفية نحو مفهوم جديد، مفهوم أو موضوع آخر، موضوع الهجوم على مصر في ذكرى فض اعتصام رابعة العدوية. طبعا في هذا اليوم اللي هو كان أمس تحديدا كان في هجوم على مصر، خصوصا من منظمة Human Rights Watch بتقول فيها ان ده كان واحد من أسوأ عمليات الفض اللي حصلت في السنوات الأخيرة، وكان في الحقيقة بعض من المنابر الإعلامية وطبعا لابد ان يتزعمها قناة الجزيرة القطرية التي تأوي وتتبنى فقط وحصريا فكر جماعة وتنظيم الإخوان، فبالتالي كانت يعني انبرت في الدفاع عن هذا التنظيم واستغلت هذه الذكرى وتغاضت وغضت الطرف عن أي حقيقة، يعني أي أشياء قد تكون تصب في غير مصلحة الجماعة. ثم جاء أو جاءت الكلمات أو نقدر نقول الستيتس اللي اتكتبت على الفيسبوك من أحمد المغير، الشخصية الإخوانية واللي هارب بره مصر، واللي كتب فيها وسرد فيها، وهنقول لحضراتكم ما جاء في كلام أحمد المغير بخصوص وجود أسلحة داخل اعتصام رابعة، وإزاي كان الجهاديين كانوا على كلامه كانوا بيحتلوا طيبة مول وكانوا موجودين هناك، وإزاي كان معهم سلاح آلي والسلاح ده هم اللي جايبينه، وإزاي اعترف إن كان فيه سلاح موجود داخل رابعة وسماهم حتى بسرية طيبة، وإزاي إن كان فيه ممرات آمنة وإن كان الشرطة والجيش كانوا بيسمحوا للناس بالخروج، وإزاي واحد كان رافض إن هو يلقي سلاحه على الأرض وكان فيه تحذير ليه لكنه ما سمعش هذا التحذير وبالعكس وجه سلاحه صوب الشرطة، فبالتالي الشرطة اتعاملت معاه. كل اللي بقوله لحضراتكم ده هو مش كلام واحد ضد الإخوان، بالعكس ده كلام واحد جوه الإخوان. والراجل الحقيقة بعد ما كتب هذه الشهادة وكتب يعني كلام كتير فيها تراجع بعدها بدقائق قليلة، يبدو ان هو ودنه اتقرصت، ما كانش المفروض انك تقول الكلام ده، هو انت معانا ولا علينا؟ هو انت بتفضحنا؟ هو انت جاي النهاردة بتقدم دليل دامغ لان الناس بتقول في اسلحة وكان في اسلحة داخل الاعتصام؟ ومش بس ناس بتقول، ده في صور امام حضراتكم جزء منها بتؤكد هذه الحقيقه، فانت تيجي من جوه وشاهد شاهد من اهلها وتيجي تقول ده في اسلحه وكان في جهاديين ومعاهم آلي ومعاهم اسلحه ناريه وكان في مولوتوف وكان وكان وكان، معقوله؟ فطبعا يعني الحقيقه كان احمد المغير واللي كتبه على حسابه على الفيسبوك امبارح كان لافت النظر واثار حاله من الجدل في اوساط المتابعين للسوشيال ميديا جميعا الحقيقه. النهارده هنتكلم على فكره هذا الهجوم، الهجوم على مصر في هذا اليوم. هيكون ضيفنا ان شاء الله او ضيفينا في هذه الفقره الاستاذ حافظ ابو سعده رئيس المنظمه المصريه لحقوق الانسان، وكذلك دكتور صلاح سلام عضو المجلس القومي لحقوق الانسان.
وطبعا الدكتور حافظ طبعا عضو مجلس قومي برضه لحقوق الانسان الحقيقه. خلونا نبدا في اول اخبارنا. خبر يا رب دايما يحفظ مصر وتكون دايما مصر محفوظه بعنايه السماء. عنايه السماء هذه المره تجلت في المطر وهو خير غيث ياتي الى اهل الارض. الفيضان، فيضان النيل والامطار الغزيره الحقيقه اللي هطلت على هضبه الحبشه واللي هطلت على السودان الحقيقه كان ليها بالغ الاثر الايجابي بالنسبه لمصر ان شاء الله، ولكن حققت بعض الخسائر وبعض الاضرار خصوصا في السودان الشقيق. النهارده السيد رئيس الجمهوريه اطمأن على استعداد مصر لاستقبال فيضان النيل اللي هو واضح كده ووفقا للمعلومات والتقديرات ده اعلى فيضان هيجي لمصر من 100 سنه. خير ربنا كتير الحمد لله، وربنا ان شاء الله حامي هذه البلد وحارس هذه البلد الى يوم الساعه. الرئيس النهارده اتصل في اتصال مفاجئ بالمهندس عماد ميخائيل رئيس قطاع الري بمصلحه الموارد المائيه والري. الرئيس اتصل بهذا المسؤول بشكل مباشر، ما انتظرش ان هو يتلقى تقرير من وزير الموارد المائيه والري ولا ان هو يرفع اليه تقرير حول استعداد مصر للفيضان، وانما الرئيس الصبح رفع سماعه التليفون وكلم المهندس عماد ميخائيل عشان يعرف منه استعدادنا ايه للفيضان والوقوف على الموقف المائي لمصر. التوقعات زي ما قلت لحضراتكم احنا امام اعلى منسوب للفيضان لمياه نهر النيل في 100 سنة الحقيقة. وفقا للمراصد الموجودة على نهر النيل، المراصد المصرية الموجودة في السودان من الجنوب وحتى الشمال ثم الأراضي المصرية، المراصد الحقيقة بتقول ان في ارتفاع تاريخي في منسوب المياه في النهر نتيجة الأمطار الغزيرة اللي هطلت على أثيوبيا وهطلت على السودان، وفي السودان تحديدا سجل منسوب مياه النيل ارتفاع 15 متر و68 سنتي، ما استدعى السلطات السودانية انها تحذر المواطنين السودانيين القاطنين على ضفاف نهر النيل انهم يتوقوا الحذر من الفيضان. وطبعا ده زي ما قلت لحضراتكم ده منسوب قياسي ما تحققش من 100 سنة، ودي إشارة من المولى عز وجل إن البلد دي محفوظة وما تقلقوش يتبني 100 سد 200 سد، لكن مش معنى ده الحقيقة يعني إن ده يكون ارتكان يعني، لكن دي بشارة ودي أمارة من ربنا سبحانه وتعالى لينا عشان يطمنا إن البلد دي بإذن الله محفوظة ثم ناخد الاحتياطات والتدابير. كان في تصريحات سابقة إن الناس ما تقلقش على جسم السد العالي مستعد لهذا الأمر، وكذلك بالنسبة للمفيض مفيض توشكا. الرئيس كمان كان أجرى الحقيقة منذ أيام اتصال هاتفي بالرئيس السوداني عمر حسن البشير لكي يعبر له عن تعازي مصر قيادة وحكومة وشعب لسقوط ضحايا نتيجة لهذه الفيضانات، والرئيس أبدأ استعداد مصر التام لتقديم الدعم والعون للشقيقة السودان لتفادي أثار الفيضانات. معانا على الهاتف المهندس عماد ميخائيل رئيس مصلحة أو رئيس قطاع الري بمصلحة الموارد المائية والري. مهندس عماد مساء الخير يا فندم. النور، اهلا بحضرتك. اهلا بسيادتك يا فندم. هل حضرتك كنت تتوقع هذا الاتصال ان ياتي مباشره اليوم من السيد الرئيس؟ لا طبعا، هو الاتصال كان يوم الخميس ولوجود معالي الوزير في الخارج، فانا كنت في الوزاره فكان طبعا مفاجاه يعني، مفاجاه ساره وكانت اول مره تحصل يعني. طيب فكرة اهتمام القيادة السياسية الحقيقة بأنها تعرف الموقف المائي لمصر في نفس اللحظة، يعني حضرتك شايف هذا الأمر إزاي وما دار من حديث الرئيس؟ سأل في إيه وحضرتك رديت عليه بإيه؟ طبعا الرئيس مهموم بالظروف وبالمية وبالفيضان وبالوضع الحالي يعني. أيوة، هو اطمن على الاستعدادات الموجودة وعلى الموقف المائي وعلى احتياجاتنا المائية واسمدى استعدادنا للمياه الوارده والوارد من السودان. وطمنته والحمد لله السد العالي يعني امن وكافي لاي ميه تيجي ان شاء الله. طيب المعلومه اللي عندنا ان ده اعلى منسوب ميه او اعلى فيضان من 100 سنه، الرقم ده صحيح يا فندم؟ لا ما نقدرش نقول اعلى فيضان، تقول اعلى منسوب. اعلى منسوب عفوا يعني. لا اعلى منسوب في الوقت الحالي، انما الفيضان بيقدر بالاستمراريه. يعني هو تمام. عالي النهارده ولمده قد ايه، انما حجم الفيضان بيتقاس باستمراريه المياه. طيب تقديراتكم يا فندم لارتفاع المنسوب في حدود قد ايه يا فندم، وهل الرقم ده حقق في القريب في الماضي القريب ولا لا؟ لا
لا هو ممكن اتحقق في 88 بس ده منسوب لحظه برضو معلش تمام منسوب لحظه بتاع الوقت بتاع النهارده بتاع ايوه ممكن بكره يتغير اما الفيضان ممكن بعد كده ينخفض تمام الفيضان استمراريه وارد ميه فهمت حضرتك ممكن المناسيب تكون اقل من كده ومع الاستمراريه يكون فيضان عالي جدا فطبعا هو تمام. اللي بيحصل ده مبشر وخير انما مش مؤشر لحجم فيضان خالص ولا نقدر نحدد حاجه دلوقتي ده مبكر جدا يعني مبكر جدا انا اشكر حضرتك الحقيقه على التوضيح لان يعني المعلومات عبال ما بتجي لنا او بنستقي المعلومات فواضح ان المعلومات بيبقى فيها يعني قد يكون مبالغه بعض الشيء فلا لكن احنا بنقول ان احنا امام مستوى او ارتفاع في منسوب مياه النيل ارتفاع ملحوظ لحظي انما طبعا ده ما يمثلش حجم فيضان ما يمثلش حجم فيضان طبعا عموما استعدادات يا فندم الوزاره ايه او استعدادات المصلحه ايه اللي طمأنتم بيها سياده الرئيس الحمد لله السد العالي كافي انه يتحمل فيضان اكبر من كده بكتير وعندنا اماكن لتصريف المياه بزياده عندنا مفيد توشكا نقدر نصرف فيه عندنا مفيد طوارئ في السد العالي عندنا في بوابات قاطعه تاني في السد العالي تقدر تمرر ميه زياده عن الكهرباء وعندنا خزان اسوان يقدر الميه يمرر اي كميه ميه فالحمد لله المنظومه في مصر امنه ولتمرير اي فيضان اه طيب هل صحه ما نسب لحضرتك انه رفعت درجه الاستعداد القصوى تحسبا لحدوث فيضان؟ طبعا طبعا دي على طول من اول السنه المائيه من 1/8 لازم تترفع اقصى الاستعدادات لمواجهه اي ظروف. تمام متى بيفتح مفيد توشكا لتلقي المياه الزائده فن؟ لا مش بالوقت المنسوب توشكا على منسوب معين على ما نقرب من الارتفاع وبنشوف حجم الفيضان هل الوارد يعني ممكن نرتفع ونحس ان الوارد جاي بطيء جدا على قد الاحتياجات المائيه للاستخدام اليومي او نوفر منها جزء بسيط فمنفتحش توشكا انما لا عندي منسوب معين لو حاسين ان الوارد اكبر من الاحتياجات بكتير وهيكون في تخزين وهيكون في وفر بناخد قرار ساعتها ان احنا نفتح المفيض هل معين ولا وقت معين هل المراصد الموجودة على مجرى النيل قد تشير إلى أنه من المحتمل أن تلجأوا لهذه الخطوة؟ ربنا هيبعت إنما طبعاً مبكر جداً جداً إن إحنا نتكلم في حاجة زي كده الوقت مبكر طبعاً إحنا طيب. ما عداش غير 15 يوم من السنة المائية طيب حضرتك في البداية قلت لي طبعاً ده خير فحابب برضو أعرف أستاذ المشاهدين وجه هذا الخير الخير إن في 15 يوم اللي موجودين الكمية المية اللي جت تبشر بخير بفيضان معقول يعني احسن من السنه السابقه يعني مؤشرات السنه دي احسن من السنه السابقه وربنا يتمم بخير ويستمر ما يقفش بعد كده بعد الفطره فعشان كده بنقول مبشر بخير يا رب. ربنا يتمم يعني ان شاء الله اول ما بنتكلم الحقيقه على المطره وبنتكلم على نهر النيل الناس بتصدع بالذاكره على طول سد النهضه وفيها تحديدا مساله ملء الخزان في سد النهضة هل الفيضان هذا العام وإن شاء الله يستمر يعني يجي فيضان عالي أو مناسيب عالية والأعوام القادمة هل ده بالتالي بيخفف أي أعباء قد تأتي نتيجة فترة ملء الخزان في سد النهضة كل ملء الخزان كل جزء فيه داخل في سيناريوهات معينة حجم الفيضان اللي جاي حجم المخزون عندنا حجم احتياجاتنا سنوات الماء دي كلها تترتب على كذا سيناريو محطوط يعني وأفضل السيناريوهات ان احنا نكون يعني ممتلئين ويكون فيضان عالي طبعا كل سنه يعني احنا نكون خزاننا مليء ويكون الفيضانات اللي جايه عاليه تكون احسن سيناريو ان شاء الله والفيضانات عاليه طيب انا اشكر حضرتك شكرا جزيلا للمهندس عماد ميخائيل رئيس قطاع مصلحه الري او رئيس قطاع الري في مصلحه الموارد المائيه والري اشكرك يا فندم شكرا جزيلا النهارده كان في مركز بصيره او المركز المصري لبحوث الراي العام بصيره نشر استطلاع للراي حول تقييم اداء رئيس الجمهوريه واستطلاع للراي حول راي الشارع المصري والمواطن المصري حول اداء الرئيس بعد مرور 26 شهر على تولي الرئاسه هنشوف مع حضراتكم بعد كده بس من الملامح الاوليه يعني دي المنهجيه اللي على اساسها تم اعداد هذا الاستطلاع بيقولوا تم اجراء الاستطلاع على عينه احتماليه حجمها 1533 مواطن من 18 سنه فاكثر استخدموا التليفون المنزلي استخدموا المحمول والمقابلات
التليفونية طبعا كانت يوم 8 و9 أغسطس. نسبة الاستجابة أقل من النص، يعني 48.8%، يعني أكتر من نص الناس اللي هم كلموهم خافوا يشاركوا. الناس بتخاف تقول لك يا عم أنا هتكلم في التليفون مع واحد ما أعرفوش على أداء رئيس الجمهورية، وأنا مش عرفني اللي بيكلمني دوت مين. فطبعا الناس قلقت، ونص الناس أو أكتر شوية قالوا لهم لا معلش اعفوني من الحكاية دي. هامش الخطأ في النتائج كان حوالي 3%، بس خلونا نقول يعني والله لو في يعني نقدر نقول وسيلة أمان الناس تقدر تطمن من خلالها إن اللي بيتكلمني ده مركز استطلاع رأي معتمد ومحترم زي بصيرة، وفي مراكز كتير زيه، والله بندعو الناس إنها هي تتجاوب، لأن استطلاعات الرأي دي غاية في الأهمية. لكن مش عارف، ممكن السؤال ده هوجهه الحقيقة بعد شوية. تم تقدير طبعا المستوى الاقتصادي، بناء بيشوف مدى السلع المتوفرة في المكان، فبالتالي بينعكس أو بيقدر من خلاله أن هو يعرف المستوى الاقتصادي للشخص المبحوث. يعني نشوف كده بعض من الآراء. أظهرت النتائج أن نسبة الموافقين على أداء رئيس الجمهورية قد انخفضت إلى 82% بعد مرور 26 شهر على تولي الرئاسة. انخفضت عن القياس اللي كان قبله اللي كان في نهاية العام الثاني، يعني بعد 24 شهر بالتمام والكمال من تولي الرئاسة، اللي هو مثلا نقول آخر ستة اللي فات، كانت وقتها من شهرين حوالي 91%. ده لما كان قعد 24 شهر، دلوقتي بعد بشهرين 26 شهر، فالنتيجة طلعت 82%. يعني هل أقدر أقول إن ده انخفاض من 91 ل 82 9%؟ يا ترى ليه في شهرين؟ يا ترى ليه؟ ده حقيقة نقطة فارقة فيها ما بين هذين الرقمين هنتوقف فيها أو معاها إن شاء الله. نسبة الغير موافقين على أداء الرئيس كانت 12% زي ما حضراتكم شايفين، ولم يستطع 6% الحكم على أداء الرئيس. نسبة الموافقين على أداء الرئيس من 84% بين الحاصلين على التعليم أقل من المتوسط، إلى 78% بين الحاصلين على التعليم الجامعي، يعني الناس اللي معهم شهادات جامعية هم 78% من الموافقين على أداء الرئيس. الأقل من المتوسط والمتوسط في التعليم يعني كانوا 84%. تبلغ نسبة الموافقين على أداء الرئيس ما بين الشباب أقل من 30 سنة 71%. 89% من اللي أيدوا الرئيس تقريبا ده في الفئة العمرية اللي هي 50 سنة فأكثر. أسباب الموافقة بقى على أداء الرئيس كان تم رصدها في استطلاعات سابقة. مازال مشروع قناة السويس الحقيقة زي ما بتقول بصيرة هو السبب الأساسي للموافقة على أداء الرئيس. 32% من اللي وافقوا على أداء الرئيس قالوا احنا موافقين عشان مشروع قناة السويس الجديدة. 16% من اللي وافقوا قالوا احنا موافقين على اداء الرئيس بسبب تحسن الامن. 11% من اللي وافقوا على اداء الرئيس قالوا ده بسبب شبكة الطرق والكباري اللي اتنفذت في 26 شهر اللي فاتوا. 21% من اللي وافقوا على اداء الرئيس مش عارفين هم موافقين ليه، لكن مستريحين نفسيا، لكن والله احنا حاسين في حاجة كويسة، لكن مش قادر اقول لك ده في الاستطلاع، يعني مع اللي بيسأله مش قادر اقول لك السبب، لكن موافق على اداء الرئيس. طب تعال نشوف بقى نسبة الرفض. احنا قلنا 82% موافقين، يعني في 18% المفروض ان هم رافضين لاداء الرئيس. تقسيمتهم ازاي او رافضين ليه؟ تعالوا نشوف ايه الاسباب. كان عدم الموافقة على اداء الرئيس بسبب ارتفاع الاسعار، ده كان نص اللي رفض أداء الرئيس، 53% أو أكتر كمان من النص رفضوا أداء الرئيس بسبب ارتفاع الأسعار. بعدها 20% من اللي رفضوا أداء الرئيس كان بسبب عدم وجود فرص عمل للشباب. 8% من اللي رفضوا أداء الرئيس كان بسبب ارتفاع سعر الدولار الأمريكي وعدم تحسن الأوضاع في البلاد. 66% قالوا إن هم هينتخبوا السيسي لو أجريت الانتخابات الآن، يعني لو في انتخابات دلوقتي وإحنا بنكلمكم. 66% من اللي تم استطلاع رأيهم قالوا هأيد السيسي وأعمل علامة صح أمام اسمه. 13% قالوا لا مش هننتخبه. 21% قالوا إن قرار بقى الانتخاب من عدمه هيتوقف على مين قدامه، مرشح قدامه في الانتخابات. برضو لازم نشير إن نسبة من سينتخب السيسي ده في الاستطلاع إذا أجريت الانتخابات الرئاسية غدا
كانت 81% في نهاية السنة الثانية ليه في الرئاسة. يعني النهاردة لما تسأل السؤال ده في الاستطلاع 66% قالوا هننتخبه، في حين من شهرين بعد نهاية السنة الثانية 81% قالوا هننتخبه، يعني برضو في انخفاض. الشباب هم الأقل ميل لانتخاب السيسي مرة أخرى إذا ما أجريت الانتخابات الرئاسية غدا. تبلغ نسبة من سينتخبون من الشباب أقل من 30 سنة حوالي 51% مقابل 81% بين من يبلغوا من العمر 50 سنة فأكثر. نسبة من ينوون انتخاب السيسي مرة أخرى من الحاصلين على التعليم جامعي 53% مقابل الحاصلين على التعليم أقل من المتوسط 71% منهم قالوا هننتخب السيسي. طيب إذا كانت بقى قناة السويس الجديدة قد أثرت بشكل إيجابي في مصر ولا لا؟ 43% قالوا أن قناة السويس الجديدة كان لها تأثير إيجابي على مصر خلال هذه السنة، بينما 39% مش شايفين ليها أي تأثير إيجابي، و 18% قالوا مش عارفين. بترتفع نسبة من يروا أن القناة كان لها تأثير إيجابي من 37% بين الشباب أقل من 30 سنة ل 53%، و 37% ده الشباب الأقل من 30 سنة، في حين أن الأكثر من 50 سنة 53% منهم قالوا لا كان ليها تأثير إيجابي. أنا معايا على الهاتف دكتور ماجد عثمان رئيس مجلس إدارة مركز بصيرة. مساء الخير دكتور ماجد. أهلا بحضرتك، معلش أنا آسف أطلت حضرتك الانتظار بس كان لازم أرى الاستطلاع الشيق ده الحقيقة. قبل ما ندخل في التفاصيل، يعني الحقيقة الأرقام اللي كانت ظاهرة أن حوالي 46 لو الرقم ما خانيش كان في اول سلايد، الحقيقه 46 بس في المية هم اللي وافقوا على اجراء الاستطلاع، فواضح ان في خوف، الناس خايفه انها تتكلم في الامر ده على التليفون. هو الحقيقه هي دي نسبه اللي عاده ان احنا بنلاقيها، يعني لما حضرتك بتكلم حتى على التليفون ممكن يقول لك مثلا انا مش فاضي دلوقتي كلمني بعد شويه، او يكون يعني متشغل باي شيء فما بيتجاوبش مع الاستطلاع. فاحنا دايما يعني امانا للشفافيه بتقول بالظبط نسبه الناس اللي وافقوا على اجراء الاستطلاع، يعني عشان تكون دي يعني الشروط المهنيه يجب انها تنشر. طيب. لكن هي دي النسبه عاده اللي بتكون موجوده. طبعا عايز اقول مثلا النسبه دي في دول كثيره في اوروبا اقل من كده كتير. الناس يعني مش مقبله قوي على الاستطلاعات لانه طبعا بياخد وقت منها، ولقيت في قطاعات كثيره بتجرب. مصر لازال في قبول اجراء الاستطلاع نسبته اعلى شويه من دول اخرى اجنبيه. طيب دوافع اجراء الاستطلاع في هذا التوقيت دكتور ماجد، يعني انا بتشيره في الاستطلاع، كان في استطلاع ثاني بعد 24 شهر من اداء الرئيس لمهامه، يعني من شهرين، والنهارده في شهر 26، يعني في شهرين بس ما بين الاستطلاع الماضي والاستطلاع الحالي، ليه يا فندم؟ هو الحقيقه احنا بنعمل هذا الاستطلاع كل شهر مش كل شهرين. كل شهر. يعني احنا بنكرر هذا الاستطلاع بشكل دوري شهريا منذ بدايه فتره رئيس، واحنا طبعا عملناه قبل كده في فتره حكم الاخوان، فاحنا ماشيين بشكل متسق ان احنا بنعمل كل شهر هذا الاستطلاع. فكره نعمله كل شهر ولا كل مثلا ثلاث اشهر ولا كل سنه، الفكره انه الديناميكيه اللي موجوده في الراي العام انه يتعمل على الاقل كل شهر، على اعتبار انه ممكن قوي اي احداث معينه تؤثر عليه بالسلب او بالايجاب، ممكن اي تصرفات قرارات تصريحات الى اخره يكون لها تاثير. فاحنا علشان ان احنا نمشي بهذه الطريقه المتسقه يعني بشكل مستمر، لان بنعتقد ان دي فيها قيمه مضافه لفهم الخريطه السياسيه. طيب خليني اسال حضرتك بقى في التفاصيل. التفاصيل الحقيقة مقارنة بالاستطلاع اللي كان من شهرين والاستطلاع الأخير اللي أمامنا، وضح أن نسبة الموافقين على أداء الرئيس انخفضت من 91% من شهرين. أيوة. وصلت نسبة الموافقين نزلت من 91% إلى 82% بعد شهرين. طيب. هل في تحليل البيانات هل واضح ليه يا فندم؟ يعني احنا الحقيقة اللي احنا بنعمله ان احنا بنسأل الشخص عن رأيه، إذا قال موافق أو موافق جدا بنقول له إيه أكثر سبب يخليك توافق كويس، وإذا قال معترض أو معترض جدا بنقول له إيه السبب اللي يخليك تبقى معترض أو معترض جدا. وحضرتك يمكن أشرت لفكرة قناة السويس والأمن وثم الأسعار يعني والدولار والطرق إلى آخره. وبالنسبة لعدم الموافقة الأسباب السلبية معظمها زي ما حضرتك شفت أسباب اقتصادية،
متعلقة بال الأسعار والبطالة والدولار. فيعني ممكن نتكلم على انه الاسباب عدم الموثقه هي اسباب اقتصاديه بالدرجه الاولى، واعتقد ان ده متماشي مع يعني ما نشعر به في من تحديات اقتصاديه بتواجه مصر الفتره الحاليه. تمام. الشباب الحقيقه كان اذا 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 جاز لي انا اقول يعني انه في بعض الحاجات الايجابيه في نتائج هذا الاستطلاع، وفي بعض الحاجات اللي انا بعتقد انها سلبيه. الحاجة الإيجابية إنه عادة كنا بنجد إنه الناس بتوافق على أداء الرئيس، عادة السبب الرئيسي بيكون استعادة الأمن. المرة دي استعادة الأمن رجع للسبب الثاني، وتفوق عليه سبب اللي هو قناة السويس، اللي من وجهة نظري إنه طبعا الأمن مهم وكل شيء، ولكن لما كنا بنتكلم على مشروع ممكن يغير مستقبل مصر فده اكثر طموحا من مجرد ان احنا نستعيد الامن. يعني الامن مهم في حد ذاته، ولكن مجرد استعادته هي استعاده ليه يعني الحاله اللي احنا تعودنا عليها ان احنا مصر امنه. 32% من اللي ايدوا عشان مشروع قناه السويس، في حين ال 16% من اللي ايد عشان استعاده الامن. بالضبط. انا يعني ارى هذا على انه برضه تحول ايجابي من ناحيه ان احنا بنفكر في مستقبل بلدنا، وبنفكر في مشروعات اللي بتغير البلد، مش مجرد ان احنا يعني سعداء او يعني بنقنع بمجرد تعود الامن، ودي حاجه اعتقد انها ايجابيه. الحاجه اللي من وجهه نظري سلبيه هي الفجوه اللي لا زالت قائمه وربما بتزداد بين رضاء الشباب وعدم ورضاء الاكبر سنا. انا بعتقد انه يعني لازال التحدي الكبير هو كيفيه الوصول الى الشباب، وعلى الرغم ان احنا مثلا عندنا هذا العام هو عام الشباب، مثلا عام 2016 عام الشباب، على الرغم من انه مثلا الرئيس بيحرص على ان هو يتفاعل مع الشباب، لكن ربما تكون الشريحه التي يستطيع ان يصل اليها الرئيس بحكم طبعا يعني طبيعه الامور هي شريحه قليله. لكن ازاي نوصل بقى الرسائل الايجابيه، ازاي ندمج الشباب في الحياه العامه، ازاي يعني نستطيع ان احنا نرضيه اكثر من هذا، اعتقد هذا لا زال تحدي امام الدوله. صحيح. فكره التصويت على انتخاب رئيس الجمهوريه كمان، يعني 66% قالوا ان هم هينتخبوا الرئيس السيسي لو اجريت الانتخابات الان، 13% قالوا لا مش هننتخبه. واضح ان النسبه انخفضت عن الشهرين اللي فاتوا اللي كانت 81% اللي قالوا هننتخب الرئيس السيسي الان. كذلك ده برضو رقم لافت يعني. صحيح. بس اسمح لي اشرح السؤال ده سببه ايه؟ لانه الحقيقه عاده في معظم دول العالم لا يتم الاكتفاء بالسؤال عن الرضا عن اداء الرئيس، لكن ايضا هو سؤال نظري شويه او سؤال افتراضي، لو كان في انتخابات تنتخب ولا لا. بغض النظر عن في انتخابات امتى او في انتخابات قريبه ولا لا، لكن هذا السؤال بيسال وهو سؤال افتراضي. الهدف منه هو معرفه مدى تنافسيه الرئيس بالنسبه لأي بدائل أخرى قد تكون متاحة، وهذا السؤال أوضح انخفاض، ربما انخفاض يعني أكبر من الانخفاض اللي حصل في موقع أداء الرئيس، وذهب هذا الانخفاض لصالح الفئة مش اللي معترض على الرئيس، ولكن الفئة اللي قالت إنه لما نشوف مين يعني مين البدائل. واعتقد ده طبعا رد فيه قدر عالي من النضوج، يعني صحيح انه في اي انتخابات بغض النظر عن مين مرشح فيها وبغض النظر عن من هيفوز فيها، لكن من الطبيعي انه عندما تسال هذا السؤال فالناس تقول لك طب ما اعرف بس مين اللي هترشح قدامه عشان اقول لك. وده اجابه يعني فيها قدر من النضوج يعني. طبعا. لكن طبعا التراجع فيها ملحوظ. تمام. الفكره برضو السؤال الحقيقه اذا كانت قناه السويس الجديده اثرت بشكل ايجابي على مصر ولا لا، يعني انا تعجبت الحقيقه لهذا السؤال، وانا لو كنت سالته ممكن ما كنتش اعرف اجاوب، لان انا يعني لسه ما شفناش شفنا المشروعات بتتنفذ لكن لسه ما شفناش الفروت او الاثر او النتيجه، فبرضو حاطط السؤال ده ليه. هو الحقيقه انه السؤال بتاع قناه السويس ده سؤال بيقيس المدركات الناس للامر وليس حقائق الامر، لانه اذا انا عايز اقيم قناه السويس فممكن ابص على الايرادات القناه السويس عبر السنوات المختلفه واشوف هل زادت ولا قلت وزادت قد ايه،
وهل الزياده زياده نتيجه لسعر العمله ولا الاسعار الثابته؟ يعني دي مساله تحليليه شويه بتعتمد على الارقام والحقائق، لكن مدركات الناس للامور مهمه، وطبعا بتصنع من خلال الرسائل اللي بتطلعها. فاذا الرسائل اللي وصلت للناس يعني بتشير الى قناه السويس انها مشروع ايجابي، فممكن الناس بتتلقى هذا الموضوع وتقتنع به. فاحنا هنا احنا بنقيس الناس شايفه ايه، لكن مش بتقيس الحقائق يعني. وده طبعا الفرق ما بين الحقائق الرقميه اللي هي تدل اللي هي بتعكس حقائق والمدركات لهذه الحقائق. هل كان لكم ملاحظات تانية دكتور ماجد وانتم بتحللوا هذه البيانات؟ يعني انا عايز اقول بس فكره الشباب وفكره الجامعيين، يعني الجامعيين والشباب نسبه ارضائهم اقل من الشرائح الاخرى. ودي يعني اعتقد انها تستحق ان تتوقف عندها النخب السياسيه والاحزاب ومجلس النواب الى اخره، يعني كل النخب السياسيه يجب ان تتوقف عند هذه النقطه ولا تمر عليها مرور الكرام. طيب فكره الجندر بقى، يعني الذكور والاناث فين؟ ايوه يعني احنا في هذا الاستطلاع ما لقيناش فرق كبير ما بين الذكور والاناث، عشان كده يمكن ما اشرناهوش. اعتقد في قدر كبير من التساوي بين الجنسين. الاختلافات ما هياش في النوع، لكن الاختلافات موجوده في العمر اكثر وفي الحاله التعليميه. يعني الشريحه العمريه والحاله التعليميه. التعليميه طيب. هي اللي في فروق طيب الحاله او المستوى الاجتماعي، يعني بالتالي هتنعكس زي برضو الحاله التعليميه، هتبقى تقارن بنفس المستوى ولا الحاله الاجتماعيه مختلفه؟ المستوى الاقتصادي يعني. احنا بنعمل المستوى الاقتصادي بناء على ملكيه بعض السلع المعمره، وبنطلع ثلاث مستويات، مستوى منخفض ومتوسط ومرتفع. اللي احنا بنشوفه بقى لنا شهرين ثلاثه كده انه الاقل رضا هما الفئه المتوسطه، مش الفئه القليله قوي او الفئه العاليه. وربما يكون برضو انه وطأة الاسعار بتمس الطبقه الوسطى بشكل اكثر، فان الطبقه الاكثر فقرا ربما تستطيع انها يعني تتعامل مع الامر بشكل مختلف، او المسانده اللي بتحصل عليها من الدوله بتقدر تستندها بعض الشيء، لكن بتظل الطبقه الوسطى يعني اقل رضا. طيب الاستفاده بقى من هذه الاستطلاعات دكتور ماجد، يعني اين يذهب هذا الاستطلاع بعد ان يخرج الى النور؟ يعني احنا بالنسبه لنا كمركز بصيره احنا مركز خاص مستقل. تمام. بنقوم بهذا العمل كعمل يعني جزء من المسؤوليه المجتمعيه بتاعتنا، ان احنا بنعمل استطلاع راي كل شهر غير مدفوع، يعني احنا بنموله ذاتيا موارد المركز، مفيش حد بيمولنا فيه، ولانه مفيش حد بيمولنا فيه وده الاستطلاع بتاعنا، فاحنا بنقدمه لكل المجتمع المصري من خلال وسائل الاعلام، احنا بنبعته لكل وسائل الاعلام في نفس التوقيت وبيجي لنا على الميل الحقيقه يعني. بالظبط. يعني بيطلع الميل في نفس الوقت لكل وسائل الاعلام، لكن لا نرسله الى اي حزب او الى اي جهه يعني مؤسسه حكومية أو غير حكومية أو ولا بتعرفوا بالتبعية إذا كان مثلا يعني أنا يعني أعتقد يعني إن ده أمر تعنى به مؤسسة الرئاسة، إنها تشوف تقييم من مركز زي بصيرة بيقدم كشف شبه شهري أو شهري لتقييم الأداء يعني، فهل ده بيحصل؟ يعني أنا بالنسبة لي ما بيحصلش يعني تفاعل مباشر مع أي حد، لكن أتصور إنه الناس بتنظر إليه وبتاخده في الاعتبار. مدى الجدية بقى اللي تمام فيها هذه الأرقام قد تختلف مسؤول لمسؤول. أشكرك شكرا جزيلا دكتور ماجد عثمان رئيس مجلس مركز بصيرة لاستطلاع رأي، شكرا جزيلا لحضرتك. فاصل وبعد الفاصل مكملين في أخبارنا. أهلا بحضراتكم. النهاردة هيئة قضايا الدولة أعلنت وقف حكم القضاء الإداري في ما يسمى بقضية تيران وصنافير.
النهارده هيئه قضايا الدوله، عشان بس حضرتك تبقوا عارفين تقريبا نقدر نقول كده بتشبيه بسيط يعني او اولي، هي المحامي اللي الدوله بتوكله ان هو يمثلها امام الجهات القضائيه. طبعا حضراتكم تتذكروا ان من حوالي شهرين تقريبا كان محكمه القضاء الاداري اصدرت حكمها ببطلان توقيع ممثل الحكومه المصريه على اتفاقيه ترسيم الحدود البحريه ما بين مصر والمملكه العربيه السعوديه، واللي تم اختزال الاتفاقيه كلها الحقيقه في مساله جزيرتي تيران وصنافير. هيئه قضاء الدوله اكدت النهارده انه بمقتضى المنازعه والاستشكال اللي تم تقديمهم امام المحكمه الدستوريه سيتم وقف تنفيذ حكم القضاء الاداري بالتبعيه لحين الفصل في هذه المنازعه، لان هيئه قضايا الدوله بتقول ان القضاء الاداري المفترض ان هو لم يكن لينظر في هذه القضية او هذه الاتفاقية تحديدا، لانها كما يقولنا من اعمال السيادة، لان اتفاقية تعيين الحدود البحرية هي من اعمال السيادة، ولم يكن الحقيقة لها او للقضاء الاداري ان هي تنظر الى هذه او في هذه القضية. هيئة قضاء الدولة قالت ان قضايا قضايا الدولة بتؤكد على أسانيد دفاعها ودلالة المستندات المقدمة منها أمام المحكمة الإدارية العليا، والتي تؤكد أن اتفاقية تعيين الحدود البحرية مع السعودية هي من أعمال السيادة. وقالت كمان أنه لا صحة لما جاء في أسباب حكم القضاء الإداري بأن الاتفاقية قد تضمنت تنازل عن جزيرتي تيران وصنافير، والتي أثبتت المستندات الرسمية سعوديتهما، وأن الحكومة المصرية قد وافقت على إعادة الجزيرتين إلى السعودية سنة 90، وقد أرجأت تنفيذ قرارها بالاتفاق مع المملكة العربية السعودية لحين استقرار الأوضاع بالمنطقة في تلك الفترة. معانا على الهاتف الأستاذ صابر عمارة، المحامي بالنقد وعضو لجنة الإصلاح التشريعي. أستاذ صابر مساء الخير يا فندم. مساء الفل عمرو، ازاي حضرتك؟ ازاي حضرتك يا استاذ صابر؟ ربنا يخليك. ربنا يخليك. الله يبارك في سيادتك. راي حضرتك ايه يا فندم في الراي الذي تقدمت به اليوم هيئه قضايا الدوله؟ الحقيقه خليني نقول مجموعه من المبادئ القانونيه مهمه عشان المشاهد الكريم يبقى معانا في الصوره يعني. اتفضل. واحد، ان حكم محكمه القضاء الاداري بشكل عام من الاحكام الواجبه التنفيذ بمجرد صدوره. اثنين، انه لا يجوز وقف تنفيذ هذا الحكم الا بموجب اشكال قدام محكمه القضاء الاداري عن وقائع جدت بعد صدور الحكم، او اذا قضت محكمه دائره فصل الطعون بالمحكمه الاداريه العليا بوقف التنفيذ. عدا ذلك لا يجوز ايقاف التنفيذ. المساله الثالثه والمهمه في هذا الموضوع، ايه اثر الحكم اللي صادر في ببطلان توقيع اتفاقيه تعيين الحدود البحريه؟ الاثر الوحيد لهذا الحكم هو فكره ان البرلمان لا الحكومه لا تستطيع انها ترسل الاتفاقيه الى البرلمان عشان يتصدى لها او عشان يعمل رايه فيها. النقطة الرابعة في هذا الأمر أن هذه الاتفاقية موقوف العمل بها لأنه لم يتم التصديق عليها من البرلمان المصري، وبالتالي أنا ما عنديش حاجة ملحة اللي أنا أدور فيها على وقف التنفيذ، لأن هذه الاتفاقية موقوف التنفيذ بها لأنها لم تعتمد من السلطة الوحيدة اللي بتعتمدها وهي البرلمان. مظبوط. نمرة ستة بقى في هذا الأمر، أن اختصاص المحكمة الدستورية العليا محدد بنص المادة 25 من قانون المحكمة الدستورية ليس فيه لا من قريب ولا من بعيد ما جاء على لسان هيئة قضايا الدولة، لأنه بمنتهى البساطة المحكمة بتختص بثلاث نقاط. النقطة الأولية الرقابة على دستورية القوانين واللوائح من خلال الاداء الاليه التي حددها القانون، ان انا اطعن قدام المحكمه في دعوى منظوره في نص ما سيطبق عليا بعدم الدستوريه فتستجيب المحكمه ليا فتوقف نظر الدعوى وتديني فرصه ارفع الدعوى قدام المحكمه الدستوريه، او ان المحكمه من نفسها تتصدى لنص مطلوب تطبقه وترى انه غير دستوري فتحيل الدعوى الى المحكمه. طيب بس النهارده هيئه قضاء الدوله قالت انها اوضحت خطا الحكم الصادر من محكمه القضاء الاداري في عدم التزامه باحكام المحكمه الدستوريه العليا بما يعيق سريان الاحكام. تعليق حضرتك على الفقره دي. اشكرك على السؤال ده، كلام يعني قانونا يعني يقبل الوجود، انما السؤال ما هي الجهه التي تقرر اذا كان الحكم ده خاطئ او مش خاطئ؟ هي المحكمه الاداريه العليا وحدها هي التي تقرر اذا كان الحكم ده خاطئ او لا، وليس المحكمه الدستوريه، لان المحكمه الدستوريه ده شكل من اشكال اقحام المحكمه الدستوريه في نزاع بغير الطريق المقرر قانونا. طيب لكن المحكمه الاداريه
إذا المحكمة الإدارية العليا قالت إن هذا الحكم خاطئ عندها لذلك الأسباب. أنا شخصيا في على رأيي من حيث رأي المتواضع القانوني مع الرأي اللي بيقول إن دي عمل من أعمال السيادة ولا يجوز إن القضاء أن يتصدى لها، إنما محكمة القضاء الإداري كان لها وجهة نظر أخرى محل احترام ستفصل بيننا محكمة المحكمة الإدارية العليا وليس المحكمة الدستورية. أحكام المحكمة الدستورية مستقرة. طيب بس سيادتك قلت دلوقتي إن ده عمل من أعمال السيادة التوقيع على الاتفاقيات من وجهة نظر يعني تمام. فبالتالي ده اللي بترتكن إليه هيئة قضايا الدولة، فعشان كده لجأت المحكمة الدستورية للفصل. ما هي لجأت إلى الطريق الخاطئ، هي لجأت أوريدي إلى المحكمة القضاء المحكمة الإدارية العليا وده الطريق الصحيح. تمام. دعوة قدام المحكمة الإدارية العليا موقوفة الحين الفصل في طلب الرد المحدد له جلسة 27 أظن 8، وأنا أعتقد إن الخصوم بس غريب موضوع الرد ده برضو، رد في الإدارية العليا من هيئة قضايا الدولة اللي ردت المحكمة؟ لا، اللي رد المطعون ضدهم اللي رفعوا القضية أصلا قدام محكمة القضاء الإداري وكان سبب الرد هو ما أحيط بالمسألة من سرعة تحديد جلسة أمام المحكمة الإدارية العليا وما نسب إلى المستشار مجدي العجات وزير العدالة وزير شؤون مجلس الوزراء من أنه صرح بأن المحكمة الإدارية العليا ستلغي هذا الحكم، فبالتالي أقاموا دعوة الرد عشان يحيلوا القضية من قدام هذه الدائرة، خاصة أن كان في تغيير في القضاء في تغيير في تشكيل هيئة المحكمة بعد 30 سنة. تمام. فأنا أعتقد أن الهدف مكسب للوقت يعني. طيب حضرتك شايف خط سير القضية قضائيا هيسير إزاي فن؟ أنا رأيي أن بعد ما هيتم الفصل في قضية الرد بالرفض كما أتوقع، عشان بس ما حدش يقول أن أنا عارف معلومات، تمام، يعني بحكم الخبرة القانونية أنها سيتم رفض قضية الرد، ستعود الدعوة إلى المحكمة الإدارية العليا أو محكمة دائرة فحص الطعون. تمام. دائرة فحص الطعون بين أمرين، الأمر الأولاني أن ترى أن الطعن جدير بالنظر فتحيله إلى محكمة الإدارية العليا الدائرة الأولى لتفصل فيه، أو ترى أن الطعن غير جدير بالنظر فترفضه وبالتالي يبقى الحكم الصادر حكم نهائي. في كل الأحوال تملك دائرة فحص الطعون أن تصدر أمر قصد أو قرار أو حكم وقف تنفيذ الحكم لحين الفصل في الطعن. طيب كان في كلام بأن محكمة القضاء الإداري ليس من سلطاتها أن هي تصدر حكم في هذا الشأن، مش عارف رأي حضرتك إيه يعني، ده كان رأي من أحد القضاة يعني بيقول. هو رأيه مبناه الفكرة اللي حضرتك طرحتها واللي تبنتها هيئة قضايا الدولة، فكرة أن المحاكم ممنوعة بنص القانون من التصدي لفكرة أعمال السيادة، إنما في خلاف حوالين تفسير أعمال السيادة باعتبار أن أعمال السيادة من الألفاظ القانونية المطاطة اللي بتحتمل وجهات النظر زي النظام العام وزي من أعمال السيادة إصدار قرارات في الدولة فبالتالي تخضع للقضاء الإداري. لا، لو احنا اعتبرناها قرار اداري تعتبر من القرارات الاداريه التي يختص بها القضاء الاداري. انما دي اتفاقيه مش قرار اداري. بالظبط، انما هو الطعن اصلا على قرار التصديق على التوقيع على الاتفاقيه. هنا يعني المخرج القانوني او المحاوله القانونيه او الحيله القانونيه. انما انا اعتقد في جمله الاحداث ان المحكمه الاداريه العليا ستتصدى للطعن في هذا الحكم، وانا اتوقع انها ستنتهي الى الغاء الحكم الصادر لمحكمه القضاء الاداري. يا حضرتك بتتوقع الاداريه العليا تلغي هذا الحكم، تلغي حكم القضاء الاداري اللي هو بيقضي بوقف تنفيذ القرار. بالظبط. يعني النقطة اللي أنا أحب أوضحها، أنا بتكلم قانون بعيدا عن فكرة وجهة نظري، أنا بشكل شخصي كمواطن مصري عربي ما تفرقش معايا الجزيرة دي إذا كانت مصرية أو سعودية، ولا يفرق معايا حلايب ولا شلاتين إذا كانت سودانية أو عربية، نحن نستهدف الوحدة العربية وبالتالي أدم مش تحت إيد إسرائيل أو دولة الكيان الصهيوني تبقى في ايد اي دوله عربيه، نتمنى ان اليوم ان في تزول كل هذه الحدود. تمام. احنا بس بنتكلم يعني في هذه الفكره لان في اراء تانية لا يعني بتقول الحفاظ طبعا على علاقتنا بالمملكه العربيه السعوديه ده شيء طبعا يعني لا يمكن الحديث فيه اطلاقا، ولكن الارض المصريه يجب ان نتاكد
تمام التأكد بأن هذه الجزر هي سعودية أو مصرية؟ يعني أنا أعتقد أن العلاقة المصرية السعودية لا تتأثر بمثل هذه النقاط الصغيرة. علاقة وطيدة وعلاقة مهمة وعلاقة مؤثرة. ومصر والسعودية وسوريا بعد عودتها إن شاء الله هي محور رئيسي من الأمن القومي العربي. طيب يبقى أنا خدت كده تقريبا، أقدر أقول مش عارف بقى، أنا عارف المصطلحات عندكم في القانون يا أستاذ صابر، يعني في منها يودي في داهية، مش عارف يعني. أقدر أقول توقع، أقدر أقول مش عايز أقول طبعا مش استواق، ولكن هو ممكن أقول قراءة، يعني قراءة قانونية، قراءة قانونية للأحداث في المرحلة إن القضاء المحكمة الإدارية العليا قد تحتها 50 شرط كده هم الأول، قد تلغي قرار المحكمة القضاء الإداري بحكم المحكمة القضائية. طيب بالضبط كده. طيب هنا قدامنا مسارين، المسار في الإدارة العليا هيمشي إزاي، ثم مسار المحكمة الدستورية العليا اللي عاملة استشكال ومنازعة في المحكمة، أعضاء الدولة عاملة استشكال ومنازعة في الدستورية. خليني أبدأ محرك الأول في الإدارة العليا، بعد لو صدر الحكم بهذا الشكل أو بخلافه، إيه الخطوة الجاية؟ المسار على النحو التالي، في الجلسة القادمة إذا قضت المحكمة برفض دعوة الرد ستحيل القضية إلى دائرة فحص الطعون. كويس. دائرة فحص الطعون ستنتهي إلى أن هذا الطعن جدير بالنظر، فتبعثه تحيلها إلى دائرة الدائرة الأولى من محكمة الطعن، آسف محكمة الإدارية العليا. يتم الخصوم يترافعوا في هذه الدعوة أمام المحكمة، ثم تحجزها للحكم، ثم تنتهي إلى أحد أمرين، إما رفض الطعن وتأييد الحكم، وبالتالي يبقى هذا الحكم حكم نهائي ملزم للدولة بكل أجهزتها. تمام. ويبقى الاتفاقية كأن لم تكن. نمرة اثنين إذا هنا معلش يا فندم، الاتفاقية كلها كأن لم تكن ولا الاختصاص في تيران وصنافير؟ لا خلاص، الاتفاقية كل فيما يتعلق الحكم صادر بالتوقيع على الاتفاقية، بطلان التوقيع على هذه الاتفاقية على ما أنا أذكر. بطلان التوقيع بشكل كامل، بشكل كامل يعني. بالضبط كده. ده اللي أنا مش أتصور. تيران وصنافير بس. جزء منها تيران وصنافير، يعني جزء منها تيران وصنافير. تمام. طيب ده في حال لو المحكمة أيدت الطعن. لو ده في حال إذا لغت الطعن، هنا هنرجع إلى الوضع اللي كان متصور إنه طبيعي يمشي. ان الحكومه ترسل الاتفاقيه الى البرلمان، البرلمان يعمل شؤونه وتاخد مسارها، والبرلمان هو اللي بقى اللي يشوف بالضبط، اما انه يصدق عليها وده المتوقع اكتر باغلبيه المنتمين الى الحكومه او الموالين او المرحبين او المتعاطفين. انا مش عارف بقى دي يا استاذ صابر، بقى دي ما عنديش قياس ليها. انا عندي قياس سياسي بقياس أداء. حضرتك عندك المقياس بالظبط اداء البرلمان خلال الفتره اللي فاتت. طب ده بس برضه المقياس ده ما جابش قانون الخدمه المدنيه. لا، الخدمه المدنيه لظروف خاصه. انا اعتقد ان ده احد النقاط اللي اتناقشنا فيها على يعني على اقول في ضيافه هذا البرنامج قبل كده، وقلنا ان هذا القانون كان بس كارت احمر للحكومه عشان تراعي يعني. طيب يعني حضرتك مايل دلوقتي، حضرتك أميل إن الإدارية العليا هتقول أنا أؤيد قرار محكمة القضاء الإداري، صح؟ ده الأميل اللي حضرتك، ده بعد مسألة النظر في الرد. بالضبط كده. ويعود الأمر للبرلمان. البرلمان ما بين أمرين، الأمر الأولاني إنه يؤيد أو يصدق على هذه الاتفاقية وتصبح نافذة، من تاريخ التصديق تصبح نافذة. تمام. إذا رفض تعتبر كأن لم تكن. طيب المسار بقى الثاني الخاص بالمحكمة الدستورية العليا، هل ممكن يؤثر على المسار الأول؟ أنا رأيي إن المحكمة الدستورية العليا قد لا تحدد أصلا جلسة لنظر هذا الطلب، لأن وإذا حددت جلسة لنظر ستقضي في عدم اختصاصها، لأن طبقا للمادة 25 ليست لها أي اختصاص في نظر هذه الدعوة. صحيح أحكامها مستقرة، إنما أحكامها مستقرة في ضوء ما رفع أمامها من قضايا، هذه الطريقة اللي رسمها القانون، وليس من ضمن هذه الطريقة ما سمي إشكال أمام المحكمة الدستورية العليا، لأن المحكمة الدستورية العليا غير مختصة إلا بالإشكالات اللي عن الدعاوى المتعلقة بها هي. حقيقة كنا نتمنى إن حد يكون معانا الحقيقة من هيئة قضايا الدولة للرد على هذا الأمر وللإيضاح، لأن إذا كان الأمر كذلك زي ما حضرتك بتقول، فبالتالي لماذا تقدمت هيئة قضايا الدولة بالمنازعة والإشكال أمام
الدستوريه العليا. يعني انا اعتقد ان الهدف هل هذه الماده غائبه عن هيئه قضاء الدوله؟ لا اعتقد لا بالعكس يا اساتذه ومستشارين طبعا كبار واجلاء وبنحترمهم، انما اختلاف في الراي لا يفسد للود قضيه. احنا قوام عملنا هو خلاف وجهات النظر من حيث القانون، انما انا اعتقد ان الهدف منها هو مساعدة الحكومة باعتبارها محامي الحكومة على أن الحكومة تتجاوز العقبة اللي عملها الحكم وتقدم الاتفاقية للبرلمان. لا بس احنا لنا لقاء مع حضرتك على موضوع البرلمان ده ونشوف المقياس ده أخباره إيه بقى. محتاج تقييمه بعد مرور سنة يعني. طيب خلاص في عيد ميلاد الأول إن شاء الله نلتقي ونحتفل. خلاص إن شاء الله. شكرا جزيلا أستاذ صابر عمار المحامي بالنقض وعضو لجنة الإصلاح التشريعي، شكرا جزيلا لحضرتك. النهاردة دكتور محي عبيد نقيب الصيادلة أكد أنه تقدم باستقالته من اللجنة الاستشارية لوزير الصحة احتجاجا من نقيب الصيادلة على ما أسماه بسوء إدارة ملف الدواء في مصر. كمان مش بس كده الحقيقة، ده كمان السيد نقيب الصيادلة تقدم ببلاغ للنائب العام ضد وزارة الصحة وغرفة صناعة الدواء ورابطة الموزعين والمستوردين ونقابة الشركات المصنعة لدى الغير. ليه بلاغ النيابة العامة في كل هؤلاء المسؤولين والأشخاص والهيئات؟ لأن السيد نقيب الصيادلة قال في 14 مواطن ما بين الحياة والموت نتيجة أن هم تناولوا أدوية مغشوشة أو أدوية غير صالحة للاستخدام. ده كان في الدقهلية، ده غير 9 أطفال في الأقصر تسمموا نتيجة تناولهم لأدوية طبية منتهية الصلاحية. البلاغ الحقيقة شمل الآتي، شمل ضبط 10 مليون علبة دواء منتهية الصلاحية في منطقة دار السلام بالقاهرة. 10 مليون علبة دواء منتهية الصلاحية في دار السلام، يعني ربنا ينصر على دار السلام. يعني فكرة 10 مليون علبة دواء منتهية الصلاحية في دار السلام بس، يعني في حي في 10 مليون علبة في 10 مليون علبة دواء منتهية الصلاحية في دار السلام بس. تخيلوا حضراتكم، طيب لو مدان الخط ده على استقامته يبقى في مش عارف في بقى كم ايه، كم مليون ولا كم 100 مليون ولا مش عارف، رقم مفزع الحقيقة من الأدواء منتهية الصلاحية. وقال دي كانت بحوزة صاحب إحدى شركات المستلزمات الطبية. كمان البلاغ فيه حقيقة أرقام حقيقة مفجعة، يعني أنا مش عارف وتأكدنا وهنتأكد برضو كمان من هذه الأرقام وإحنا معاكم على الهواء. ضبط 60,000 قرص وعبوة أدوية منتهية الصلاحية داخل أحد المخازن بالدقهلية. 60,000 قرص منتهية الصلاحية يعني عادي. طيب 30,000 عبوة أدوية منتهية الصلاحية في سوهاج، 1,900 عبوة أدوية منتهية الصلاحية في طنطا. حاجة شيء الحقيقة مفزع. البلاغ كمان أشار إلى انتشار مافيا مصانع بير السلم لإعادة تدوير الأدوية منتهية الصلاحية. دي الحقيقة بنشوفها، وكان أكتر من جهة حذرت منها، إن بيتاخد العلب الدواء البايظ بيتفك من عليها العلبة اللي هي محطوطة فيها أو الإزازة، أو بيتفك الستيكر اللي حواليها ده اللي عليها اسم الدواء وتاريخ التعبئة والشركة وتاريخ الإنتاج والانتهاء والإكسبير ديت، وكل الحاجات دي بتتشال وبيتضرب غلاف تاني بيحمل تاريخ استخدام مختلف. للأسف في بعض الناس يعني ما عندهمش ضمير بيدوا هذه الأدوية منتهية الصلاحية لهذه المافيا لصناعة الدواء تحت بير السلم، ويرجعوا ياخدوها منهم تاني ويبيعوها في صيدليات تاني عشان أنا وحضرتك وحضرتك نستخدمها أو نديها لعيالنا. عشان كده الناس إما منهم اللي بيخفش أو منهم للأسف اللي بيجيله مضاعفات ومحدش عارف ليه. لكن بلاغ السيد نقيب الصيادلة أشار إلى مافيا بير السلم وقال إن الأدوية المنتهية الصلاحية بيعاد تدويرها وطرحها مرة أخرى في الأسواق. طب ليه؟ بيقول كالآتي: نتيجة رفض شركات الدواء وغرفة صناعة الدواء سحب الأدوية منتهية الصلاحية من الصيدليات وإعدامها بمحاضر رسمية. يعني إذا صح الكلام ده فمش عارف إيه هي العقوبة اللي ممكن تطال هذه الجهات، شركات الدواء وغرفة صناعة الدواء، لما هم بيسمحوا لناس عديم الضمير إن هم يتاجروا في مرضنا ويتاجروا كمان في الدواء اللي إحنا بناخده عشان نتعالج،
ويتم يعني إعادة الدواء منتهي الصلاحية أو الدواء الفاسد، معرفش بقى مسمى الطبي هنا إيه، إن يرجع لي تاني عشان أستخدمه وحضرتك تستخدمه، مش عارف ده اسمه إيه. على اي حال كشفت مصادر برضه في وزاره الصحه الحقيقه ان الوزاره هتمنح فرصه اخرى لشركات الدواء بمد المهله اللي حددها وزير الصحه ليها 3 شهور حتى نهايه العام الحالي لتوفير الادويه في قائمه النواقص. لو نبي خلينا بس في النواقص دي بس على جنب نتكلم فيها بعدين، وخلينا في الدواء الفاسد اللي بيعاد تدويره وطرحه للناس مره اخرى، الناس الغلابه عشان تاخده وهي مش عارفه. معانا على الهاتف دكتور محي عبيد نقيب الصيدله. دكتور محي مساء الخير يا فندم. اهلا وسهلا بحضرتك والساده المشاهدين. اهلا بسيادتك دكتور محي. والله يعني انا اتمنى وانا على اتم استعداد ان انا اتحمل المسؤوليه ان يا رب يكون اي حاجه ان انا قلتها دي غلط، يا رب حضرتك تغلطني خصوصا في كميات الادويه الفاسده دي. طيب يعني بدايه استقالتي كانت مش ضد الدكتور احمد عماد كشخص، ولكن اعتراض على فشله في اصلاح المنظومه الدوائيه. النقابة وقفت كتير قوي وساندت الوزارة من أجل إصلاح المنظومة الدوائية. لكن يا فندم الأرقام اللي اتقالت دي صح؟ أنا هكمل كلامي وهوضح لك. أنا عارف كويس قوي إن الدكتور أحمد يحمل نوايا طيبة، ولكن النوايا لا تبني دول. اللي حصل والبلاغ، سبب البلاغ واضح وصريح أن هناك أدوية كتيرة جدا في الصيدليات انتهت صلاحيتها. صيدلي بيجنب الادويه دي وما بيبيعهاش. صيدلي بيختم على العلبه من بره الدواء منتهي الصلاحيه وبيركنها في المعمل ويحطها في كراتين تعد مستنيين ان الشركه تمن على الصيدلي ويتاخد. الصيدلي لما بيفشل تماما ان هو يرجع الادويه بيعمل ايه؟ بيرميها. لو رمى الادويه دي، في ناس محترفه اعاده تدوير الادويه مره اخرى. ده الصيدلي اللي عنده ضمير يا فندم هو اللي بيرميها. كل الصيادله بلا استثناء 33,000 صيدليه، تم تفتيش عليهم، ما فيش صيدليه فيهم كان فيها ادويه معده للبيع على الارفف منتهيه الصلاحيه. يعني حضرتك متاكد ان ما فيش صيدليه يا دكتور ولو واحد في ال 33,000 بيحاول ان هو يبيع الدواء ده لسماصره الدواء بتعبير السلم؟ لا، في فرق ما بين ان انا بحط الدواء ده معد لاعاده تدوير، او واحد تاني بيجي محترف الاتجار في الادويه منتهيه الصلاحيه بيقول لي انا عندي القدره على ان انا ارجعها للشركه. انا كصيدلي انا غصب عني، انا واحد جاي بيقول لي انا متعامل مع الشركه سين وانا اقدر اتعامل ارجع لك دواك، فبقول له خده. هي بالبساطه دي يا دكتور، يعني انا ممكن ادخل اي صيدليه اقول له والنبي اديني الدواء اللي بايظ عندك عشان ارجعه للشركه هيديه لي؟ معقوله يا دكتور؟ لا، بيبقى انا طبعا انا بغلط اي حد يعني يفرط في الدواء المنتهي. لابد ان الوزاره تتحمل مسؤوليتها وتجبر شركات الدواء ويتم جمع الدواء دي ويتم اعدامه تحت اشراف بقول اهو التفتيش الصيدلي التابع لوزاره الصحه. لا يعني ويكون فيها فندم بقى تفتيش على مساله البيع، يعني واضح برضو ان خط الصيادله لازم كلها واقفه في مساله بيبيع الدواء او بيدي الدواء لمين، الدواء الفاسد بيديه لمين عشان خاطر يوديه للشركه. احنا ما ده برضو عبء على الصيادله، معلش يعني. ايوه انا عايز يحصل اتخاذ اجراءات احمي بيها المواطن المصري. النقابه هدفها المقام الاول توفير علاج امن وفعال للمريض المصري. طب وكانت فين النقابه يا فندم؟ معلش يا دكتور محي، كانت فين النقابه وهي عارفه زي ما حضرتك قلت دلوقتي حالا على الهواء ان في دكاتره بتدي الدواء لناس عشان تروح ترجعه، فالله اعلم بيرجعوه ولا بيدوروه؟ فين النقابه من ده يا فندم؟ النقابه قعدنا من اول ما مسكت النقابه جبنا غرفه صناعه الدواء وجبنا الموزعين وفي حضور الوزاره وقلنا جعل مصر خاليه من الادويه منتهيه الصلاحيه بتاريخ 17/10/2015. قعدنا في اتفاقيات وتحت اشراف الوزاره وما تمش حاجه. لا ما انا ماليش بقى في الاتفاقيات يا فندم ومؤتمرات شاي والقهوه، انا بتكلم على الاجراءات اللي بتتاخد على الارض. ايه هي؟ هل صدر منكم تحذير للاطباء بمنع اعطاء الدواء الفاسد لاي شخص تحت حجه انه هيروح يوديه الشركه يرجعه؟ هما دول اصلا مندوبين شركات، المشكله ان دول مندوبين شركات بييجوا يتعاملوا مع الصيدليات، فبيقول له هات لي الكميه انا اعرف ارجعها بمعرفتي. فالخطوره كلها ان الدواء، حضرتك قلت الشركات ما بتجيش تاخد الدواء الفاسد يا فندم. حضرتك لسه قايل من شويه ان الشركات ما بتجيش تاخد الدواء الفاسد،
فبيجي ناس يقول له انا هاجي وارجعها لك الشركه مالكش دعوه. الناس ده مندوب، يعني مندوب في شركه، فشيء طبيعي. انا طبعا انا عارف انه علاقته جيده او ما علاقته مش جيده، لكن الشركه الام عشان تجيب لي فواتير وتسحب الادويه منتهيه وتديني فواتير بيها، دي كده انا اتاكدت تماما ان الدواء فعلا راجع للشركه الام وهيتم اعدامه تحت اشراف. يعني المندوب الوهمي ده يا فندم ما بيديش ايصال او مستند انه استلم الدواء فاسد. مين اللي حرك الدعوة القضائية؟ حضرتك. النقابة. أيوة. النقابة. إحنا بص حضرتك. بس أنا يا فندم أنا قبل ما أتخطى للجهات التانية أنا لازم برضو أنظر إلى دور الصيادلة، معلش. يعني ما لازم عشان نكون بس عندنا عدل في في, في 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 هذا الكلام يعني. بص حضرتك، أي صيدلية يتم التفتيش عليها تلاقي الصيدلي حاطط الدواء منتهي الصلاحية، خاتم على كل علبة. الدواء منتهي. ايوه ده عشان التفتيش يا فندم، ده عشان التفتيش منتهي. انما بعد التفتيش يا فندم بيدي الدواء لمين؟ وبيتحقق الدواء ده بيروح للشركه يتعدم ولا لا؟ المفروض ده دور الوزاره. ازاي وزاره لا تضع قوانين ملزمه للشركات بسحب الادويه منتهيه الصلاحيه وتتساب العلاقه كده علاقه عشوائيه ما بين شركه الانتاج والتوزيع والصيدليات؟ فين حمايه المواطن وحمايه مال الصيادله؟ الصيادلة أكتر حد مظلوم في الحلقة، إن أنا عندي أدوية منتهية ثم بختمها ثم بجنبها ثم بعد كده ما بلاقيش حد ياخدها. إذا أنا المفروض الوزير يده مرتعشة لا يستطيع إصدار قرار يلزم شركات الدواء بسحب الأدوية المنتهية الصلاحية. العالم كله، كل العالم معروفة إن الدواء المنتهي الصلاحية بيرجع الشركات. إذا كانت محلات السوبر ماركت الحاجة المنتهية بترجع للشركة. هل حضرتك صاحب ولاية على الصيادلة إنك تقول لهم أو تعم عليهم منشور بعدم إعطاء الدواء الفاسد المختوم إن هو غير منتهي غير صالح للاستخدام أو منتهي الصلاحية، عدم إعطائه لأي مندوبين إلا بمستند يقضي بإعدام هذا الدواء؟ هل عممت حركة المنشور ده؟ طبعا ال- 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 سلطة الولاية والتأديب والتحقيق كل ده للنقابة. لكن لا بس المنشور ده تعمم، هل حركة عممت ده على الصيادلة؟ الصيادلة كلهم عارفين كويس قوي ان يتم تجميع الأدوية منتهية الصلاحية ثم كتابتها. ما بتكلمش على التجميع يا فندم، انا ما زلت مصر على فكرة ان هم يدوا الدواء المندوب وما ياخدوش ما يفيد ان هو سلمه ده. احنا ممكن نحل الحلقة دي بسيطة جدا، ان الشركات تلزم سحب الأدوية منتهية الصلاحية بس، موضوع خلص. النهارده الشركه ده في اللي جاي مش في اللي فات، يعني اللي فات مات. لا احنا في اللي فات واللي جاي، ولازم نبقى احنا دوله تمام. قانون دوله مؤسسات. طيب بلاغ سيادتك يا فندم، بلاغ سيادتك ذكرت فيه ان في 10 مليون علبه دواء منتهي الصلاحيه في منطقه دار السلام بس او في منطقه السلام بس. هي بس خلينا نتاكد، هي عشان تفرق، هي دار السلام ولا السلام؟ لا، الشخص ده اللي هو تم الضبط، هو الاعلن هو الدكتور احمد فاروق، لكن تم ضبط الادويه دي، تم ضبطها، اذا معده لاعاده تدويرها مره اخرى. طب مين الاستاذ احمد، مين هو الدكتور احمد فاروق؟ الدكتور احمد فاروق الامين العام لنقابه صيادله مصر. هو اللي ضبط ال 10 مليون عبوه؟ لا مش هو اللي ضبط، لا هو اللي حرر البلاغ. حرر البلاغ. ده في منطقه السلام بقى، السلام مش دار السلام. ال 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 تقريبا دار السلام، تقريبا دار السلام ولا السلام عشان الناس هتقلق. لا هو الصيدليات العامه امنه لا انا بس بطمن المستمع. بالظبط، يعني الصيدليات خاليه تماما. لا المواطن يطمن، الصيدليات خاضعه للتفتيش، لا يوجد ادويه منتهيه الصلاحيه تباع في الصيدليات، ولكن الخطوره كلها ان الشركات اللي هي بير السلم بتعمل ايه؟ بتجيب الدواء تعيد تدويره مره اخرى وممكن يباع. فانا احنا دايما نحذر من الشركات، واي مكان فيه ادويه تباع تحت بير السلم او مصنع بير السلم احنا اللي بنبلغ عنه. يعني احنا كنقابه عندنا قدره على التواصل مع 27 محافظه من خلال الصيادله، بمجرد ما بيتم رصد مكان بيتم فعلا اختيار اداره التفتيش ومباحث التموين وبتنتقل فورا للمكان اللي احنا حددناه. تمام، احنا هدفنا كل صيادله مصر بلا استثناء هدفها طيب. هو علاج المرضى. طب احنا بنتكلم يا فندم على دكتور احمد فاروق ومساله تحريك بلاغ بضبط 10 مليون علبه دواء منتهي الصلاحيه، وكانت هيحصل لها تدوير في منطقه السلام في القاهره، وكمان ضبط 60,000 قرص وعبوه ادويه منتهيه الصلاحيه داخل في احد المخازن في الدقهليه، صح يا فندم؟ تمام و30,000 عبوه منتهيه الصلاحيه في سوهاج. حضرتك
الرقم الفعلي للأدوية منتهية الصلاحية لا يقل أبدا عن 600 مليون جنيه. 600 مليون جنيه. 600 مليون جنيه. والشركات لو بتاخد الأدوية منتهية الصلاحية مش هيبقى في مشكلة لا عند الصيدلي ولا عند المواطن. 600 مليون جنيه سنويا يا فندم صح؟ سنويا 400 مليون جنيه، يتم سحب 200 ويتبقى 400 مليون بيتحملوا ما تكبدهم الصيدلي اللي هو تمام. عشان بس نوضح يعني حضرتك بتقول حجم الدواء منتهي الصلاحيه في صيدليات مصر حوالي 600 مليون جنيه، بيتسحب منهم دواء بما يوازي 200 مليون ويتسرب 400 مليون، معقوله؟ ما يعادل 400 مليون جنيه؟ مش كله متسرب. انا يعني العدد اللي ممكن يتسرب بيصل الى العالم كله فيه ادويه. العالم امريكا نفسها فيها نسبه من 5-10% ادويه مخدوشه. ده حاجه عالميه، مش احنا بنتعامل يعني ايوه انا 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 حضرتك بتقول لي دلوقتي ارقام فيما يتعلق بالدواء منتهي الصلاحيه اللي بيتسرب. انا ماليش علاقه باللي بينتهي على الرف، والصيدلي المحترم اللي احنا شايفينه بيلمه ويحطه في كراتين ويختم عليه. انا ما بتكلمش عليه، انا بتكلم على الفاسد منتهي الصلاحيه اللي بيعاد تدويره ويرجع لي. ليه تقديرات الدواء لو وصل للشركه وما فيش اشراف من اداره التفتيش الصيدلي والاشراف على اعدامه ممكن يتسرب. احنا بنعدم قد ايه يا فندم كل سنه؟ بنعدم قد ايه كل سنه؟ المفروض ان سنويا لو احنا قلنا الرقم الرسمي يا فندم، لو عند حضرتك قوله، مش عند حضرتك قول لي، قول لي مش عندي. لا هو كل شركه بتجمع الاكسبايرز وما بتخاطب وزاره الصحه اللي هي اداره التفتيش، بيروح مفتش بيشرف على اعدام الادويه. تقريبا بنعدم قد ايه يا فندم؟ يعني ما لا يقل عن 200 ل 300 مليون جنيه ادويه كل سنه. اللي بيتعدم حوالي 200 ل 300 مليون جنيه ادويه فاسده. تمام. ولكن حضرتك قلت لي في التقدير اللي قبله ان الفاسد او منتهى الصلاحيه في الصيدليات اجمالي 600 مليون. ده متراكم نتيجة لعدم متراكم الزام الشركات بسحب الادوية منتهية، فالصيدلي بيبقى راكنها عنده في المخزن. تمام. يبقى على كلام سيادتك يا فندم احنا بنتكلم تقريبا فيما لا يقل عن حوالي 300 مليون جنيه ادوية فاسدة في السوق. ادوية منتهية الصلاحية. ما هو منتهى الصلاحية ده ايه؟ صالح للاستخدام الادمي؟ لا منتهية الصلاحية يعني المفروض ان الشركة تسحبه. لا انا يا فندم انا بتكلم في حاجه ثانيه. يعني هل ينفع اجيب لحضرتك لدكتور محي عبيد اجيب له معلش يا فندم ينفع اجيب لحضرتك دلوقتي واحنا على الهوا علبه دواء شرب منتهي الصلاحيه اجيبه لحضرتك تشربه او انا اشربه؟ هتسيبني انا اشربه ولا تقولي لا؟ انا في فرق. انا بوضح كلامي ان الدواء منتهي الصلاحيه يعني معناها ان هو كان معد للبيع ثم انتهت صلاحيته ثم تم الختم عليه ثم تجنيبه في الصيدليه وتجهيزه للشركات تاخده. الشركات تقول لك انا مش هاخد الشهر ده، لا مش هاخد الشهر الجاي، لا مش عارف ايه، فبيتراكم عند الصيدلي. يعني الصيدلي بيتراكم عنده دواء. انا عارف فندم، ولكن حضرتك قلت لي لا ده مش فاسد، ده منتهي الصلاحيه. طب هو منتهي الصلاحيه ده لا ينفع استخدمه؟ طبعا لا يجوز. اصل كلمه طيب. فاسد يعني ممكن هي تفسر على انه دواء مغشوش. لا احنا بنتكلم من الصبح يا دكتور عبيد ان احنا بنتكلم على حاجات دواء الاكسباير ديت بتاعه عدى وخلاص. ما بتكلمش ان هو لسه دواء جديد بس باظ. لا انا بتكلم هو منتهى الصلاحيه لكنه اصبح دواء فاسد يا دكتور. الدواء انتهى الصلاحيه لا يجوز اعطائه ولا يجوز طبعا. بيعه ولا يجوز وضعه في مكان معد للبيع. هل ال 14 مواطن اللي حضرتك قلت عليهم دول اللي في الاهليه ده بسبب ادويه مغشوشه؟ والتسع اطفال اللي تسمموا في الاقصر بسبب ادويه منتهى الصلاحيه؟ ابسط شيء في بني سويف السنه اللي فاتت الاطفال اللي ماتت من المحاليل. من محلول معالجة الجفاف. اذا لا يوجد. وكان في ازمة صح ازمة قضية المحلول معالجة الجفاف ده في بني سويف. تمام. انا عايز اقول بس يعني مشكلتنا كلها ان احنا لازم نقول ان اطفال المصابة بالسرطان والفشل الكلوي اسبابها اصلا تعامل خاطئ مع ملف الدواء. اذا انا المفروض النهارده الوزير يقعد. لا معلش ارجع لي في الجملة دي يا فندم، معلش ارجع لي في الجملة دي كده تاني، معلش ايه؟ الاطفال المصابة بالسرطان والاطفال والمرضى المصابين بالفشل الكلوي اسبابها تعامل خاطئ مع ملف الدواء. لا دكتور انا الجمله دي انا الجمله دي لا لازم اقف عندها مع حضرتك. يعني حضرتك عايز تقول لي ان اصابات سرطان الاطفال والفشل الكلوي ده بسبب ادويه فاسده وان احنا بناخد ادويه فاسده؟
انا بقول تعامل خاطئ مع ملف الدواء. الملف الدواء اصلا كله المفروض يعاد مره اخرى عشان لا 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 دكتور بحيئة. دكتور لا 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 دكتور محي دكتور محي لا 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 خالص مش ده الكلام اللي فهمته من حضرتك. حضرتك قلت ان ده ان حالات سرطان الاطفال والفشل الكلوي ده بسبب منظومه الادويه الفاسده صح؟ انا قلت التعامل مع تعامل خاطئ مع ملف الدواء. طب يعني هل الدواء منتهي الصلاحيه يا فندم؟ افهم من كلام حضرتك سواء بصح او بغلط، الدواء منتهي الصلاحيه لان دي امانه امام الراي العام، اما تطمنا او تنبهنا. هل الدواء منتهي الصلاحيه يمكن ان يؤدي الى سرطان الاطفال او فشل كلوي؟ هو الدواء منتهي الصلاحيه لو اي مريض خده ممكن يسبب مشاكل كبيره جدا جدا. لا دكتور حضرتك خصصت، ارجوك يا دكتور حضرتك خصصت. انا بقول ان احنا في مصر بنعاني من فشل كلوي كبير وبنعاني من اعداد كبيره من السرطان. ايه اسبابها؟ ايه يا فندم؟ انا شايفها من وجهه نظري ان هو تعامل خاطئ مع ملف الدواء. يعني الدواء منتهي الصلاحيه او ملف الدواء بصفه عامه واحد من اسباب انتشار او اسباب وجود سيان سرطان الاطفال والفشل الكلوي، صح كده الجمله؟ انا تمام. التعامل الخاطئ مع ملف. طب دي مصيبه يا دكتور، طب دي مصيبه. طبعا مصيبه. توصفها بايه دي؟ علشان كده احنا بالنادي بانشاء هيئه للدواء، هيئه للدواء تبقى مسؤوله عن مدى سلام. هو احنا لسه هنستنى هيئه للدواء يا دكتور؟ احنا لسه هنستنى هيئه دواء؟ ده احنا قدام مصيبه. حضرتك بتقول لي دواء مش اقل من 300 مليون جنيه، دواء فاسد متراكم وممكن يكون اتسرب الله اعلم، وبتقول ان ده لا يربط، لابد ان هو يربط بحالات سرطان الاطفال وبالفشل الكلوي. تمام، يبقى نستنى لسه هيئه. الصومال والسودان وكل الدول العالم عندها هيئه للدواء، هي تبقى مسؤوله عن سلامه وفعاليه ومامونيه العلاج. لا احنا ارجو كده بس، البلاغ ده حضرتك قدمت بيه للنائب العام مش كده؟ تمام. بتختصم في مين يا فندم؟ او موجه ضد مين البلاغ؟ البلاغ ده قدم من النقابه واختصم فيه وزاره الصحه والشركات غرفه صناعه الدواء والموزعين وشركات المصنعه لدى الغير. يعني المنظومه كلها، حضرتك اختصمت المنظومه كلها في البلاغ. تمام. طيب تسمح لنا يكون لنا لقاء يا فندم؟ تشرفنا على الهواء؟ تحت اي شيء لتوضيح الرؤيه للمواطن، ويكون معانا بس مسؤولين من هذه الجهات بعد اذنك يعني، لان الموضوع اللي بنتكلم فيه موضوع خطير جدا يعني. احنا جاهزين ان شاء الله. شكرا جزيلا، شكرا جزيلا الحقيقه دكتور محي عبيد نقيب الصيدله، شكرا جزيلا لحضرتك. نخرج لفاصل، وبعد الفاصل نفتح مع حضراتكم ملف الهجوم على مصر، ولكن الحقيقه لو كنا لازم نصد هجوم من الخارج فلازم نصد هجوم الداخل الاول، قبل حتى ما واحنا بنفكر في صد هجوم الخارج لازم ناخد بالنا ان في هجوم علينا من الداخل، من نفسنا، احنا اللي بنهاجم نفسنا، احنا اللي بنهد نفسنا مش بس الخارج، وده اللي كان بيقوله امبارح بالمناسبه الدكتور معتز. خليكم معانا. اهلا بحضراتكم مره اخرى، وموضوعنا الرئيسي فكره الهجوم على مصر من الخارج في الذكرى الثالثه لفض اعتصام رابعه العدويه الغير سلمي. الغير سلمي، هقولها ثالث، الغير سلمي، لان لما كنا بنقول ان هو اعتصام غير سلمي وفي فيديوهات بتذاع وكانت تذاع منذ اليوم الاول واللحظه الاولى لهذا الاعتصام، كان بيخرج الناس اللي بتقول لا اعتصام سلمي وعمالين وعملوها اغنيه ان هو اعتصام سلمي، ولكن اللي قاله احمد المغير وشهاده الاخواني احمد المغير الهارب مع تنظيم الموجود مع تنظيم الاخوان دلوقتي بره، واللي قال ان هو غير سلمي وقال باللفظ وعمل هاشتاج سريه طيبه مول، فرحان قوي سريه طيبه مول، وسرد كل التفاصيل والجهاديين دول كانوا مين وكانوا جايين منين وجابوا السلاح ازاي، كل هذه التفاصيل، وان كان في سلاح موجود مع الاخوان وتم سحب السلاح في فتره ما، واتهم قيادات الاخوان ان هم خونه، شوف بقى الدمويه كمان اللي عنده ان هم خونه، ان هم ما خلوهمش يستخدموا السلاح في بعض المواقف اللي كانوا لازم يستخدموا فيها السلاح، ولكن تركوا الجهاديين هم اللي يتصدوا، وحكى امور الحياه كتير جدا فضحت هذا التنظيم، وفضحوا
هذا التنظيم الحقيقة، وكان من المغير بعدها بدقايق نزل بعديها بوست تاني أو نزل ستيتس تاني بيقول لا أنا اضطريت الحقيقة بناء على طلب الإخوة ومش عارف إيه إن أنا أسحب ده عشان كذا كذا كذا. ولكن واضح إن الناس اللي هم تنظيم الإخوان الإرهابي فوجئ بهذا التصريح المدهش الحقيقة لأحمد المغير الإخواني برضو، وبالتالي ضغطوا عليه وسحب هذا المنشور، والله أعلم بيعملوا فيه إيه دلوقتي. خلونا نشوف ايه اللي بيحصل في الساحة كمان الدولية بعد ما هيومن رايتس واتش دخلت الحقيقة على الخط في هذه المسألة، وكمان طبعا المنابر الإعلامية، وأولها طبعا لو هنتكلم الجزيرة القطرية. خلوني أرحب بضيوفي الكرام، الأستاذ حافظ أبو سعادة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان. أستاذ حافظ أهلا بحضرتك. أهلا وسهلا. أهلا بيك يا فندم. وأرحب بدكتور صلاح سلام عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان. دكتور صلاح أهلا بحضرتك يا فندم. أهلا وسهلا. أستاذ حافظ، عايز الأول حضرتك تضعنا أمام الخريطة الحقوقية الدولية، كيف تعاملت هذه المرة مع ذكرى رابعة؟ شوفوا طبعا تظل قضية رابعة مثارة لأنها هناك من يحملها ويتحرك بها على المستوى الدولي، رغم أنه هناك ضحايا كثير كثر في مصر، سواء في محمد محمود، سواء في ماسبيرو، سواء صحيح. في إلا أحداث مجلس الوزراء، أحداث مجلس الوزراء إلا أنه والضباط طبعا واللي بيحصل من في سيناء من أول يوم لغاية الوقت المدنيين في سيناء. يعني أقول لك أنه هناك ضحايا كثر في مصر وهناك مذابح كثيرة تمت، ولكن هذه التي يتم التحرك بها لأن هناك من يحملها ويتحرك بها. فيش واحدة من دول الجزيرة عملت عليها فيلم تسجيلي، مش من هنا خالص، ولا الأرواح التي وقعت، رغم ان احنا في وجهة نظرنا ان دول كلهم مصريين، وما كناش نتمنى ابدا ان اي حد يسقط او يسال دمه طبعا. على وبالتالي ده امر كده. انما الووتش في الحقيقة ايضا للاسف وقعت في هذا الفخ بانه لا تتحرك فقط الا على رابعة اللي هي ذات البعد السياسي التي يحملها تيار سياسي ويخلطها. ليه طب ما دخلتش في رأي حضرتك على الخط في اللي حصل في المنيا مثلا؟ يعني برضه سؤال، وليه اللي حصل في كرداسة ليه ما كلمه جمش عليه؟ اللي حصل في مصباحة 80 كنيسة تم حرقها ومصباحة رفح التانية بالزبط. ليه ما تخرجوش على الخط في ده؟ لأنه زي ما قلت لحضرتك هناك يعني هناك اتصال ما بين من يحمل هذه القضية وبين الضغط على المنظمات الكبرى والتذكير بيها ومحاولة تحملهم مسؤولية بأن هم بيصمتوا على ما يحدث وهكذا، وبالتالي بيتحركوا بهذا الشكل. إنما هنا بقى مش فخ، معلش أنا اسمح لي في تلاحق الأسئلة، بس حضرتك شايف ده فخ ولا هو تغاضي؟ لا ده فخ أو تحيز. أنا أديك مثلا على الفخ ده، وفي أشكال أخرى للتأثير على هذه المنظمات بشكل غير مباشر. في العفو الدولية من تحقيق داخلي أن كل البيانات التي صدرت عن مصر كان فيها وراها موظف وموظفة ومتزوج موظفة موجودة داخل العفو الدولية بتعطي للعفو الدولية أرقام ومعلومات خاطئة عن الأوضاع في مصر مخترقة، وده تحقيق تم وكشف هذا الأمر. أمنستي مخترقة طبعا كان في حد وظبطوا أنه زوجته بتوصل لهم المعلومات وهي موظفة داخل العفو الدولية وهو إخوان مسلمين وكذا. مثلا الهيومن رايتس ووتش اللي عد التقرير عن مصر هو أحد قيادات الإخوان المسلمين الشابة من العراق، وكان هو الرئيس تحرير أو المسؤول عن تحرير التقرير. أنا مش بقول يعني كان يمكن أن تتناول أبعاد أخرى في هذا التقرير لم يتم توثيقها بالشكل الدقيق وكذا، مثلا حجم الأسلحة وحالات التعذيب ما قبل. يعني احنا شفنا الجثث التي تم استحضارها وكانت موجودة في أفلام وكذا، يعني في أمور كثيرة جدا. من الذي أوصل الأمر في الرابعة أنها تصل إلى مرحلة الصراع المسلح، رغم أنه إن هم يتحدوا السلطة ويتحدوا السكان وبالتالي يحدث الفض بالقوة، رغم أن كان في مفاوضات حسب ما يقال الآن من
يعني شخصيات مهمة كانت بتتفاوض بين الإخوان وبين السلطة في ذلك الوقت. ده الشيخ محمد حسان. الشيخ محمد حسان خرج بقى اتكلم وقال ده السلطة كانت خلاص وافقت تماما على كل الشروط. وافقت والإخوان كان وافقوا لولا إن السفيرة الأمريكية وقتها لأن باترسون لما دخلت على الخط فالإخوان سمعوا كلامها وعنده. يعني ده بالزبط. كلام الشيخ محمد حسان يعني. ففي مسؤولية، في مسؤوليات متعددة ما لم يتم التطرق إليها إلا فقط اتهام قوات الشرطة اللي كانت موجودة، رغم أنه إحنا كمجلس قومي عملنا تقرير والدولة وطلبنا من الدولة المصرية أنها في التقرير بتاعنا أنها تنشئ لجنة تقصي حقائق، أنشئت اللجنة تقصي الحقائق وتم إعداد تقرير والآن هيحال محلل النيابة العامة للتحقيق فيه. فهذا أمر في الحقيقة إحنا كدولة كمنظمات في مصر تعاملنا بموضوعية في هذا الأمر، أدنا كل أحداث الانتهاكات، قلنا إن في أبرياء سقطوا في رابعة، قلنا إن في أبرياء سقطوا في محمد محمود، قلنا في أبرياء سقطوا في ماسبيرو، قلنا إن حرق الكنائس جريمة، اتكلمتوا على الممر الآمن، اتكلمنا على الممر الآمن، اتكلمنا على ودي كلها كانت نصايحنا اللي هو ضرورة التنبيه بإنه الناس دي بإنه في قرار بالفض من النيابة العامة إنه في ممرات آمنة يتم والآلاف خرجوا الحمد لله من هذا الممر الآمن. يعني مش ما كانش ممر آمن معمول وبس، لا خرج الآلاف وركبوا اتوبيسات ومشوا حتى لم يقبض عليهم وبالتالي كان ممر الآمن موجود. فإحنا بنتكلم على أنه يعني هناك وضع الرابعة في حالة استثنائية عن كل ما حدث في مصر في هذه الفترة، رغم أن هناك من 2011 لغاية الآن هناك قضايا لم تفتح ولم يتم التحقيق فيها وفيها ضحايا مدنيين وفي قتلى وفي ولا زال الدم المصري يسيل حتى هذه اللحظة في سيناء، بنشوف الضباط والجنود والمدنيين والمواطنين، وبالتالي تصوير الأمر على أنه مصر متوقفة عند هذه الحالة فقط هذا أمر مش مقبول أن نتحط فيه، لأنه ليه بعد سياسي. وفي الحقيقة البعد اللي محدش عايز يتكلم عليه هو أن هذا الأمر كان صراعا على السلطة، يعني لم يكن كان هناك من يدفع الناس لأن تدفع الثمن من دمائها لكي يحافظ على السلطة أو يستعيد سلطة كانت قد ذهبت من بين أيديه نتيجة تصرفاته السيئة. فبالتالي أمر ده لابد أن ينظر إليه بهذا الشكل. ممتاز. دكتور صلاح سلام، تعقيب سيادتك. طبعا أنا بأدعو بالرحمة لكل من أريق دمه في مصر، مدنيين وشرطة وجيش، لأنه الدم في الأول في الآخر هو دم مصري. ليس كل من قتل في رابعة هو مذنب، كان في ناس مغرر بيهم وناس باع جائلين ويعني وناس كانت رايحة تسترزق. لكن الحقيقة إنه قبل رابعة كيف استحلوا دم شهدائنا من الجيش والشرطة على أرض سيناء عندما وقف محمد البلتاجي وقال في اللحظة لا توقف فيها كذا فيها كذا سيتوقف ما يحدث في سيناء. كيف استحلوا دم نفس تقول ربي الله؟ كيف استحلوا دماء من يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله؟ ما هو يا فندم عشان المنصة اللي أمام حضرتك دي اللي على النص من الشاشة كان عليها قيادات من السلفية الجهادية ومن عتات الإرهاب سمحت ليهم جماعة الإخوان بالحشد وإن هم يوجهوا الناس ويشحنوا الناس. تمام. ده السبب. لكن أنا ليس للمسلمين هذا الجايد، هذه المنصة. أنا الجايد بتاعي والنبراس هو رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قال لأسامة حبوا رسول الله. لا. يعني أسامة بن زيد. لا. عندما قال له وقد قتل نفسا. نعم. وحط السيف على رقبته وقال يعني أشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله. وعندما ذهب الأمر إلى سيدنا رسول الله قال كيف قتلته وقد نطق الشهادة؟ قال نطقها خوفا يا رسول الله. قال ويحك أشققت عن صدري؟ وتمنى أسامة أن يكون اليوم قد دخل الإسلام حتى يغفر له هذا الذنب. صحيح. هذا هو الإسلام. كيف يقتلون نفس تقول أشهد الله لا أشهد محمد رسول الله؟ كيف استحلوا هذا وما زالوا يستحلون؟ ومن غرر بهذه الجموع أن تقف في رابعة بحجة أن جبريل قد نزل في رابعة وحجة أن المكوس في رابعة أفضل من المكوس في الطواف بالكعبة وهكذا وهكذا؟ وكيف كان يصدق هؤلاء البسطاء كل هذا؟
وبعدين تعليقي أيضا، هل قوات الشرطة عندما استصدرت أمر من النيابة العامة بعد موافقة مجلس الوزراء وموافقة رئيس الجمهورية، هل كانوا ينوون قتل الناس فاصطحبوا معهم وسائل الإعلام وجمعيات المجتمع المدني وذهبوا معا علشان يفضوا هذا الاعتصام؟ هو سؤال يا فندم، سؤال، هل استكمال هذا السؤال، هل تتوقع مثلا حضرتك ان الشرطه كانت تتمنى ان يقع هذا الكم من القتل مثلا، ولا كانت بالعكس كان يبقى شهاده افضل ليها امام العالم لو كان العدد اقل من ذلك بكثير، او ما كانش في خالص قتل؟ كيف كان السؤال الاخر؟ كيف كان في نيتهم ان يقتلون وقد اصطحبوا معهم كل وسائل الاعلام وكل المجتمع المدني، وكانت كل الوسائل الاعلام تصور على الهواء، وكان الفض على الهواء؟ هل لو انا ناوي اعمل جريمه او ناوي اعمل اطلق نار او ناوي اقتل، هل ممكن اصطحب معايا كل وسائل الاعلام؟ طبعا لا، طبعا لا. لكن ما حدث في يومها، وان اول شهيد سقط من الشرطه فتوالت الاحداث، ايا كانت استخدام النيران كان كثيفا في مقابل نيران قليله، لكن هذا تجمع ليس تجمع مظاهرات. لا خلاص، هو الراجل العشاشه ده، العشاشه ده نعم، ده بتاع مظاهره بالظبط، ده ماشي في مظاهره، ده كان تجمعا مسلحا، وقد كشف كتير بقى اهو، وقد كشف المغير شهادته. ولكن قبل المغير كان هناك 150 ساعه تصوير استند اليها تقرير المجلس القومي لحقوق الانسان. طب فين ده بقى؟ فين ده من الهيومن رايتس واتش؟ ما شافتش الفيديوهات دي يا فندم؟ انا عايز اقول احنا امام واتش او امام العفو الدوليه، ابدا ما ينفعش نتكلم كلام بالبلدي كانوا يسموه فرش ملاية. لازم نتكلم بمستندات، واحنا في ما زال مستند فض رابعة وتقرير تقصي الحقائق الذي قام به المجلس القومي لحقوق الإنسان هو الوثيقة الدامغة الحقيقية على أرض الواقع. حتى لجنة 30 يونيو الذي تشكلها المستشار عدلي منصور استعانت بهذه الوثيقة، وهذه الوثيقة ليست فقط كلام وشهادات ورؤى وسمع، كمان تصوير من خلال 150 ساعة تصوير. ممكن شهادة المجلس القومي لحقوق الإنسان أصحاب النفوس الخبيثة يقولوا والله طب ما الدولة هي اللي ضغطت على أعضاء المجلس عشان أو اللجنة يطلعوا بالتقرير ده. هذا التقرير لم يرضي الدولة أبدا. لم يرضي ساعتها. تقريبا بيقول لك انه بيقول ان في 630 قتيل، ما هو تقريبا ما بيقولش ان مفيش قتل او هم 5 6، بالعكس وانتهى تدافع مثلا، وانتهى التقرير الى ضروره التحقيق وتشكيل لجنه تقصي حقائق مزبوط. والبحث عن الاسباب ارتفاع هذا الرقم من الضحايا، لانه ما كانش يجب ان يقع ضحايا، او يعني الضحايا تبقى في اقل الحدود الممكنه. صحيح. ومن المسؤول؟ لان برضو يعني حتى هذه اللحظه لو بنتكلم على دوله سياده قانون، يبقى بنتكلم على انه التحقيق يستكمل، وده بقى اللي اتفق فيه مع الواتش واتفق فيه مع العفو الدوليه، بانه استكمال التحقيق. الحكومه المصريه عملت الخطوات الاساسيه للحفاظ على الادله والحفاظ على الوقت. عندي تحقيقين، عندي المجلس القومي لحقوق الانسان معاه تقرير، ثم اصبح جزءا من تقرير لجنه اللي شكلت برئاسه الدكتور فؤاد رياض. وعلى فكره الدكتور فؤاد رياض قاضي دولي من محكمة دولية وله تاريخ في هذا، وبالتالي الحكومة المصرية أو الدولة المصرية جاءت بشخص لا يمكن أن تصل إليه أي سهام نقد أو يعني حديث حوالين عدم هنا معلش، من كلام حضراتكم بيتبين أن الحكومة المصرية هي المقصرة في حمل لواء الدفاع عن ما حد، مش أقول عن الدولة، ولكن عن مصر، في ان ما حدث في رابعه لم يكن بهذا الشكل، والحقائق اللي بيستند عليها الامنستي من منظمه العفو الدوليه او الهيومن رايتس واتش كاذبه او من طرف واحد او مكحفه بمصر. ليه احنا قصرنا في ده؟ هقول لك انا تقديري في ملف حقوق الانسان، احنا عندنا تقصير كدوله رسميا بشكل كبير جدا. واحد، احنا قاطعين التواصل مع المنظمات الدوليه، يعني يبقى ليك راي في العفو ولا في الواتش ولا في اي حد زي ما يكون، لكن لازم تصر ان يبقى بينك وبينها تواصل. بمعنى ايه؟ مفيش تواصل؟ لا مفيش خالص. احنا طردنا الرجل، يعني كان كينيث روس اللي هو رئيس الهيومن رايتس واتش جاي في المطار عشان يعلن تقرير في مصر، طردناه من المطار. وبالتالي احنا قطعنا التواصل. ليه بقى؟ انا كدوله اقدر الزم اي منظمه دوليه بالمهنيه بانه اي حديث عن انتهاكات حقوق الانسان عن الدوله المصريه
احنا من حقنا نرد ونبعت وقائع. بس استاذ حافظ هو بيسمع من طرف واحد. لا ما عشان كده انا الزمه، انا الزمه حتى كتابه. انا ما اديتوش فرصه انه يسمعني. لا لا انا ايوه انا 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 عارف ان ده بيحصل، وان الضحيه او اللي بيدعي ان هو ضحيه يجري بسرعه على المنظمات الدوليه. انا اقول له يا سيدي اي تقرير. انا شاركت حضرتك في ندوه في جنيف وكان قد ايه كانوا شغوفين يسمعوا. هم يسمعونا لانهم هم بيسمعوا بس الناحيه الثانيه، ناحيه واحده. هم التانيين شطار قدروا يروحوا يصرخوا هناك. لا احنا رحنا بقى وعملنا، جبنا افلام وعرضنا عن ما حدث. كنت طالعين عن المجلس القومي. عن المجلس القومي نعم. طيب هل هل ده التحرك الامثل للدوله كتتحرك بيه في المحافل الدوليه؟ بعد احنا مش معقوله يعني كل 14 اغسطس نلاقي الهيومن رايتس ونلاقي غيرها والامنستي مطلع تقرير. احنا لازم عندنا جهاز مهمته. يعني احنا عملنا حاجه في مصر مهمه جدا لكنها لا زالت ناقصه. عندي في كل وزاره رئيسيه عندي يا قطاع يا مكتب عن حقوق الانسان. وزاره الخارجيه فيها قسم عن حقوق الانسان. السيد وزير الداخليه محمد ابراهيم انشا قطاع حقوق الانسان ولا زال هو قطاع مهم في وزاره الداخليه حتى الان. والنائب العام عنده مكتب حقوق الانسان، وزاره العدل عندها مكتب حقوق الانسان. طيب هذه المكاتب بتعمل ايه بالتحديد؟ المفروض انها تحقق في كل الادعاءات حول حقوق الانسان في كل دول العالم، ويبقى عندها ردود على هذه الحالات. ثم زي ما اقول لك كده، انا اقول للعفو الدوليه اعملي اي تقرير عن مصر، قول اللي انت عايزاه، لكن لازم التقرير يتضمن معلومات موثقه او رد مني انا كدوله مصريه. وده حقها، والمغرب عملت ده على فكره. يعني المغرب اصرت انه في ازمه السجون اللي كانت في المغرب، كل لا وكل اي اوضاع عن حقوق الانسان عندها اي اوضاع عن حقوق الانسان لازم الراي وكان في يعني كان في خطاب في عتاب من ادريس اليزمي اللي هو رئيس المجلس القومي لحقوق الانسان في المغرب للعفو الدوليه وللووتش، ان هم لم ينتظروا الرد، كان الرد تاخر شويه، واصدروا التقرير من غير رد الحكومه. يعني بمعنى اصح ان احنا لازم نجبر هذه المنظمات الدوليه بالاخذ بالراي المصري. لا مش بالاخذ، لا 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 انا مش بقول بالاخذ. هو يكتب الراي بتاعه زي ما هو عايز. تمام. هو يكتب في نهايه الراي بتاعه ده يقول وتلقينا من الحكومه المصريه الرد الفلاني على هذه الوقائع، ويعلق زي ما هو عايز. بس يستلزم استاذ حافظ يتضمن التقرير ان يكون هناك وزيرا لحقوق الانسان. لا بالظبط، اي جهه. بس اقول لك لازم ابعت. انا مش عايز، انا عايز ايه؟ اللي يمسك التقرير يقراه، يقرا الراي بتاع العفو الدوليه والادله اللي قايلاه والرد المصري والراي الرسمي المصري. تمام. اديك مثال برضو على واقع احنا عملنا فيها ده في المجلس القومي لحقوق الانسان. الدنيا اتغيرت. احنا لقينا بعض المنظمات الكبيره، مش كبيره قوي يعني، منظمه اسمها المنظمه العربيه بفرع لندن، ده كان فرع المنظمه العربيه بس خرج عنه واعتبرنا فقال لك الاف القضايا الاختفاء القسري في مصر. وبعت الكلام ده رسمي للمجلس القومي لحقوق الانسان، رغم ان في احنا تلقينا من سالنا المنظمه العربيه لحقوق الانسان اللي هي المنظمه الاصليه اللي مقرها مصر، قالت هذا فرع خرج عن منشق كده تمام. رحنا مشكلين لجنه حول اختفاء القسري في المجلس القومي لحقوق الانسان، وهذه اللجنه طلقت فتحت شكاوي، وكلمنا السيد رئيس الجمهوريه الاستاذ محمد فايق قابل رئيس الجمهوريه وقال له انا عايز تعاون من وزاره الداخليه. وزاره الداخليه قررت تتعاون معانا. الان تقريرنا صدر وبيتوزع بالعربي والانجليزي والفرنساوي. تمام. بيتكلم على كام حاجه، ورحنا قابلنا لجنه اختفاء القسري في الامم المتحده. دكتور صلاح كان موجود، وقدمنا التقرير وقلنا لهم. طلعوا 320 حاله، 360 حاله ردت عليها، 260 حاله ردت عليها وزاره الداخليه. موجودين في السجون. ده يعتبر مخالفه للدستور انهم لم يتم اختارهم بسبب التهمه وكذا، لكن مش اختفاء قسري. المشكله موجوده ولكن ليست بهذا التوصيف او ليست بهذا الحجم. تمام. انا عندي الوقت كان حوالي 40 حاله. طيب يعتبر اختفاء قسري. طيب استاذ حضرتك بنخرج لفاصل، وبعد الفاصل هرجع لدكتور صلاح سلام. الحقيقه في جزئيه المنشور المغلوط او التصريح اللي نسبته الجزيره البان كي مون الامين العام للامم المتحده بان هو بيطالب باجراء تحقيق دولي في حادث فض الاعتصام، هل هذا التصريح قد يكون خاطئ ولا لا، ومدى قانونيته؟ بعد الفاصل خليكم معنا. اهلا بحضراتكم مره اخرى، وبجد الترحيب بالاستاذ حافظ ابو سعد رئيس المنظمه المصريه لحقوق الانسان وعضو المجلس المصري لحقوق الانسان، ودكتور صلاح سلام عضو المجلس القومي لحقوق الانسان. اهلا بحضراتكم مره اخرى. كان سؤال لحضرتك دكتور صلاح، وايضا هاخد راي وتعقيب الاستاذ حافظ، فكره التصريح المنسوب لبان كيمون
بأنه يدعو إلى ضرورة إجراء تحقيق دولي فيما حدث في رابعة. ده منسوب ده نشرته الجزيرة ونشرته مواقع إخبارية أخرى نقلا عن فرحان حق المتحدث باسم الأمم المتحدة. هنا بقى اللي جاي ده المهم، إلى وكالة الأنباء التركية الأناضول. يعني فرحان حق ساب الكوكب، ساب الكوكب كله واختص الأناضول بس إن هو يقول لها التصريح ده. ده بس ملاحظة مبدئية. اتفضل يا فندم. هو مكتب الأمين العام ومكتب الأمم المتحدة في القاهرة نفى هذا التصريح، نفى رسمي. تمام. حاجة تانية، صفحة بانك مون ما فيش عليه هذا التصريح. وده يعني يدلل على أن الملحوظة بتاعت حضرتك إنه فرحان حق ما قالش الحق لوكالة الأناضول التي اختصها بالخبر. الحاجة التانية اللي أنا عايز أتكلم فيها، لماذا رابعة فقط اللي بيتكلموا عنها؟ يعني ما بعد رابعة كان في أحداث في 22 محافظة. نعم. راح ضحيتها 622 مدني و64 رجال الشرطة. والأحداث دي كان فيها 1492 مصاب. ما بين أحداث رابعة وما بعد رابعة في الثلاث أربعة أيام دول. نعم. ولماذا التركيز فقط على رابعة أو الهولوكوست الإخواني الذي جذبوا إليه كل المناضلين من كل مكان ليتربعوا في رابعة ليحدثوا نوع من السلطة المضادة؟ يعني أنا عايز أعرف أي سماحة في الإسلام دعتهم إلى أن يجابهوا الدولة بهذه القوة. أنا عايز أفترض أن هم كانوا على حق والشعب والجيش والشرطة على باطل، هل هذا يعطيهم الحق فان يستحلوا دماء المسلمين؟ يعني افترض هذا الفرضيه، هل هذا يستحق ان، هل الحكم والتمكين في رايهم يستحق اهدار دم المسلمين، اهدار النفس البشريه التي تقول ربي الله؟ هذا هو سؤالي، والذي ترتب عليه كل ما ترتب فيما بعد والذي نعاني منه حتى اليوم. نعاني منه في أنحاء كثيرة من مصر وبشدة نعاني منه في سيناء. الآن أكثر من، يعني أنا لا أعرف رقم من الضباط والجنود من الجيش والشرطة في سيناء من الشهداء والمصابين الذين أترحم عليهم، وكذلك من المدنيين طبعا الذين فاقوا ال 350. اليوم آخر شهيد مدير سنترال المساعيد بالعريش برصاصة طائشة، وما أكثر ونقيب الشرطة برضو النهار، واليوم نقيب شرطة، في نقيب شرطة. ومن ثلاثة أيام اليوم على الماضية أربعة من أسرة واحدة، طبيبة ومهندس أخوها وخالتها وعامل نظافة 18 سنة ولا 16 سنة، يعني وبانفجار من عبوة ناسفة وضعها مسلحين. هو هذا هل هذا سوف يحرر الوطن لصالح هذه الفئه؟ هو لازم يا دكتور صلاح ان احنا نروح لهذه المنظمات ولا تعالوا شوفوا اللي بيحصل، لازم ندعوهم؟ وهل احنا مقصرين في ان احنا ما عايز اقول الملحوظه الجميله بتاعتك دي. انا عايز ارجع شويه لورا في زمن عبد الناصر، وما اني من ابناء عبد الناصر ويعني بحب زمن عبد الناصر، لكن كان في كل لقاء تدخل في وفد إسرائيل ويلقي كلمة تنسحب الوفود العربية، فيظل وفد إسرائيل ويقول ما يقول، ولغاية ما رسخوا في أذهان كل العالم أنهم أصحاب حق تاريخي في أرض فلسطين، واقتنع العالم واعترف بإسرائيل. إحنا للأسف الشديد إذا خرج مننا واحد راح اتكلم في قناة إخوانية وصد الهجوم قد يوصف بشكل ما. هو الاخوان مش هيسمحوا لسيادتك تروح تطلع ولا يكلموك حتى أساسا. احنا بنقاطع الجزيره وبنقاطع العربي وبنقاطع، هل هذا صحيح؟ هل هذا سليم؟ المفروض ان انا على حق، وان المفروض ان انا حجتي قويه واجابه كل الناس واروح كل القنوات. هل هناك جهات في الدوله دعت منظمات دوليه لانها تنزل وتروح شمال سيناء وطرف الاوضاع؟ احنا منعنا الراجل بتاع هيومن رايتس ووتش من دخول مصر، يعني كان يجب انه يدخل
ونجتمع معاه. يبقى دي أولى خطوات تعديل الصورة أو توضيح الحقيقة في الخارج، هو السماح للمنظمات الدولية مرة أخرى بالتوابع. مش بس اللي تيجي منظمات، وكمان إن إحنا كلنا ننتشر في كل مكان في العالم. مين اللي سمح للإيكونومست إنها تكتب هذا التقرير؟ كتبت فيه جزء من الحقيقة، لكن استخدمته سياسيا وعملت التاج للرئيس، وظفته سياسيا في الهجوم ضد الرئيس وضد رئيس الجمهورية. لا هو إيه؟ تمام. بالبجاحة إنه طلبوا بعدم الترشح، وكأنهم هم يعني أوصياء علينا. تمام. مع إنهم في جزء في التقرير جزء حقيقي، الاقتصاد يعاني، هناك مشكلة. طب ما احنا اللي بنقول كده، رئيس نفسه هو اللي بيقول الاقتصاد بيعاني. احنا طالبنا يعني كمجلس قومي حقوق الانسان، طالبنا في فتح تحقيق، واحلنا كل موضوع رابعة الى النائب العام. لجنة 30 يونيو احالت برضو فض رابعة الى النائب العام للتحقيق. اذا طالبنا وفتحنا تحقيق محلي، اعتقد لا يجوز ان يكون هناك تحقيق. طيب هاخد تعقيب من الاستاذ حافظ. وفكره بانكي مون بقى، يعني بالمناسبه انا وانا معاكم على الهواء الحقيقه دخلت على صفحه المكتب الامم المتحده في القاهره، مفيش اي لحس ولا خبر حول هذا الموضوع خالص. شوف، اولا هذا يعني في علامه استفهام حوالين التصريح ده في دلوقتي. تمام، في بيان رسمي في النفي. تمام. بالظبط. لا اقصد اقول ايه، انه ده اقرب الى الاشاعات. ليه؟ لانه الامين العام هيستنى 3 سنين عشان يطلع تصريح في حادثه من 3 سنين لوكاله انباء الاناضول بس. لا طبعا، ده موضوع كانت تاخده رويتر وتاخده اشات بريس في الاول على طول. ده واحد. اتنين، احنا بنتكلم على انه هناك تحقيق بيتم بتجريه السلطات القضائيه المصريه، وده اختصاص السلطه الوطنيه المصريه بالاساس. يعني القضاء المصري دون منازع ودون غيره هو الذي يختص بالتحقيق في هذا الامر. هل لديه الرغبه؟ نعم، لانه الملف انتهى من عند السيد فؤاد عبد المنعم رياض، اللي هو الدكتور فؤاد عبد المنعم رياض رئيس لجنه 30 يونيو، ثم ذهب الى مكتب السيد النائب العام. وهناك قضايا مرتبطه بهذا الملف يجري فيها التحقيق، منها غرفه عمليات رابعه، منها بعض الاشخاص المقبوض عليهم وتحت التحقيق، وفي في الموضوع ما انتهاش ولا زال القضايا مفتوحه. وبالتالي فالامر محل تحقيق ولا زال. واحنا كمجلس قومي وكمنظمات مصريه عندنا بنطالب باجراء تحقيق. لكن اللي انا بتكلم فيه بقى، اللي حضرتك سؤال مهم جدا، اللي هو كيفيه التعامل مع المنظمات الدوليه. واحد، احنا لازم نحرر المجتمع المدني المصري الاول. انا عندي قانون جمعيات مش مطلعش، عندي منظمات بتتحاكم، عندي موقف موجود لدى المنظمات الدوليه عشان منظمات الزميله ليها والموجوده في مصر بتتعرض لضغوط. فبالتالي اي حاجه بتجيلهم اي حاجه هيقول لك لا انا مش هصدق بقى، انت ما عندكش اي مصداقيه. طب ما انت لو عندك منظمه حقوقيه في مصر شغاله انا اخد منها. والاخوان يروحوا يبيعوا لهم الوهم وهم بالتالي عندهم صوره ذهنيه. انت تضيف الى اعدائك اصدقائك طبعا، يعني ابنائك طبعا طبعا. فلذلك انت لازم عند استراتيجية التعامل مع المنظمات الدولية يبقى في خطوط تواصل معاها. هذه الخطوط التواصل تبدأ بأن أنا يبقى عندي قانون جمعيات أهلية يسمح بحاجتين. يبقى عندي منظمات وطنية بتشتغل على الأرض الواقع بشفافية وبشكل واخدة تصريح رسمي من الجهات الرسمية. طب وده حاصل؟ لا في بعض المنظمات عندها، بس لازال أغلب المنظمات الحقوقية مش مسجلة. مش مسجلة ليه؟ لأن القانون لسه ما طلعش وهم منتظرين القانون يطلع. طيب دي واحد. اثنين، افتح مكاتب للمنظمات الدوليه في تمام مصر. تمام، لازم انا ما ينفع يبقى عندي الواتش ده مكتب في القاهره، يبقى تحت عيني اتواصل معاه، يبقى من على الاقل من التواصل يشوف تعال روح السجون، روح اطلع شمال سيناء، روح السجون، روح بدل ما هو اسر الشهداء. بالظبط. لانه في الحقيقه ايه، طول ما انت ما عندكش قدره على الدخول على داخل الارض هتاخد معلوماتك من جهات اخرى. واديك مثل ايجابي في الموضوع ده. الامم المتحده لما التقرير بتاع جولدستون لو تتذكر، أيوة بتاع غزة. تمام. لما رفضت إسرائيل أيوة ان هو يخش الأراضي المسؤولية ويقابل الناس، لا مش كده، لا جه مصر واستقبل من غزة ومن الأماكن أخرى. تمام. ومن الأردن كل اللي عنده معلومات عن اللي حصل في غزة وتضمنت التقرير. تمام. فأنت لما تقفل الباب عن تواجد على الأرض وزيارة الواقع وجمع معلومات من الواقع ممتاز. ثم يبقى بينك وبينه تواصل بعد ما يخلص ده، إدارة حقوق الإنسان في الخارجية تجيبهم بقى. يبقى حل المشكلة دي رجع تاني المنظمات الحقوقية الدولية وساعد المنظمات الحقوقية المصرية بقانون المنظمة. والتواصل تكلفة بسيطة جدا. تمام طبعا، ده شامل الحريات. يعني الحريات ثم الحريات ثم تمام. الحريات. طيب خليني إذا كان قصة المنظمات
هو الآن من التمويل الأجنبي يعمل صندوق وطني، يعمل صندوق وطني لتمويل هذه المنظمات والجمعيات. لا لا، ولو كله يسجل يا دكتور، ولو لما كله يسجل خلاص. ولو أنه حتى التمويل الأجنبي مع مصر تمام. الدولة بتاخد تمويل من الخارج، لكن خليه تمام. مقنن. هل يمكن بقى أخيرا استغلال شهادة الإخواني أحمد المغير وسرية طيبة والجهاديين اللي كانوا هناك والكلاشينكوف والآلي واواوا، هل يمكن استغلاله في لدى هذه المنظمات لإيضاح وجهة النظر المصرية وإيضاح الموقف المصري؟ عبر تحقيق عبر التحقيق الرسمي. تحقيق رسمي. عبر تحقيق رسمي. لازم يضمن مثلا تقرير اللجنة بتاعتها. بالظبط. دي وثيقة. هتضمنوه؟ وثيقة. هتضمنوه؟ يعني لا احنا التقرير بتاعنا احنا التقرير خلص. دلوقتي تقريرنا وتقرير لجنة 30 يونيو هيروح رايحين عند النائب العام. النائب العام بقى. النائب العام بقى لازم يفتح تحقيق في البيان ده. في البيان بتاع احمد المغير الاخوان. ويضم ويعمل ملخص. وكل ده يبقى دوكيمنت عند مصر تروح توديه للامنستي او الهيومن رايتس مجلس قومي حقوق الانسان لجنة 30 يونيو وما استجد. وكل الاحداث ما بعدها. نعم. رابعه. نعم. اللي هي اللي فيها 22 محافظه وحرق 80 كنيسه. كل ده صحيح. لازم يضم. طب. ليه بياخدوا ده وبيغفلوا ده؟ صحيح. لازم صحيح. كل ده يضم. صحيح. وكل الشهادات. وكل وال150 ساعة تصوير فيديو. مظبوط. كل ده يبقى تحت نظر النائب العام. نعم. فهو بينظر هذه القضية. نعم. أشكر حضراتكم شكرا جزيلا. دكتور صلاح سلام عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان. شكرا جزيلا لحضرتك. شكرا لحضرتك. شرفتني دكتور صلاح. وكل الشكر للحافظ أبو سعادة رئيس المجلس المصري عضو المجلس المصري لحقوق الإنسان ورئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان. شكرا جزيلا لحضراتكم. شكرا موصول لكم مشاهدينا الكرام. نلقاكم غدا بإذن الله على كل خير. إلى اللقاء.